أول تاسك اتبعت بتاع عمر، ده الشيلد اللي احنا كنا اتفقنا عليه المرة اللي فاتت، تمام؟ اللي هو الشيلد اللي هيكون فيه انالوج تو ديجيتال كونفرتر عشان يحول لي الاي ار، يطلع لي الاي ار اللي هو داخل انالوج ديجيتال. وحطينا مقاومة واحدة بنعمل بيها سيت للريفرنس بتاع السنسورات كلها مرة واحدة، تمام؟ وقلنا لو عايزين نغير كل سنسور لوحده هنحط له مقاومة، نحط مقاومة تغير كل سنسور لوحده يعني. مدخل الدي سي فولت، تمام. السويتش 6 طرف، بعد كده الريجليتور 2 دايد، تمام. الموتور الاول والثاني، الاي سكوير سي الخاص بالال سي دي، تمام. ممكن بس توضح اطراف الباور هنا بحيث اللي يبقى يوصل ما يقلبش الكابل، لو انت حتى يعني لو ممكن لو موضحهم تحت، تمام. شوفها بره التراكات، تمام، مفيش اي مشكلة هنا. هي يعني بس الزاوية ده، هي بس ممكن تخليها ستريت لتحت شوية، بس شغال يعني، مش هتعمل معاك مشكلة. نشوف التانية، واللوجو هو بقى موجود عظمة. ده البوتوم لاير. بص، في تعليق ما تخليش أي سلك سكرين فوق فايا، تمام. ما تخليش أي سلك سكرين فوق فايا، تمام. دي يعني حاول تنقلها يمين شوية أو شمال شوية، المهم ما تبقاش في أي سكرين في البوردة كلها فوق البايس. ممكن تبقى فايا في البادة عادي يعني، دي بادة أهي يبقى فيها فايا مفيش مشكلة، زي هنا مثلا دي باينة هنا وهنا وهنا وفي الأماكن دي، تمام، مفيش مشكلة. أنا بقول لك أنا عمال مع بعض بس زي الفل يعني. يعني لو تعالج تركات الباور كبيرة، تركات المواتير مش كبيرة يعني، انت هنا تركات المواتير ما اهتمتش ان انت تكبرها، تمام. تنزلت بده ما كملتش ده ستريت ليه زي ما هو يعني، فاهمني؟ ده برضه تعليق تاني، تكبرت تركات الباور هنا يعني. كنت تعالى على تراك المواتير بعد ما طلعت بالتراك كده كبره شوية، بس شغال ماشي. الهولوجرام متوصل بالجراوند برضه عظمة. نشوف ال 3D موديل، خلاص بقى يعني احنا اعتدنا على الحاجات الحلوة دي، تمام. دي بورت حازم نفس الكلام، جاك باور، الاتنين ريجليتور دايودز عشان الريفرس. التراك ده يا حازم انت ممكن ما تبقاش شايف كده وانت بتعمل راوتنج، عشان بتبقى شايف البوتوم لاير مع التوب لاير. ممكن انت بتعمل راوت زي ما قلت تخفي لاير اللي تحت او اللاير اللي فوق وتبدا تعمل راوت زي التراك ده برضه يعني. التراك ده باين ان انت كنت شايف ان في تراكات تانية هنا كنت بتلف كده من فوق، فاهمني؟ والتراك ده نفس الوضع، دي بتبان لما تخفي لاير وتظهر لاير معاك، هتعرف تعمل راوتنج بشكل افضل، تمام. نفس الكلام مع التراك اللي هنا ده. التراك برضه اللي جايب بزاوية يعني نازل فيه كسرة من هنا كده، بس شغال عظمة يعني. هنا مفيش حاجة في دول، ده برضو يعني خلي ده يعني ستريت شوية، مفيش مشكلة، مش هيزعلك في حاجة. شايف حاجة هنا فيها مشاكل؟ مفيش حاجة هنا فيها مشاكل. الفاليوز مظبط الكلام ده كله، تمام. 3D موديل عظمة، البوتوم لاير عظمة برضو، جميل، تمام. نفس البرد، باشمهندس غدا حسين، نفس الكلام زي الفل يعني، بس التراك اللي هو نازل عامل شوية مكسر شوية كده وهو نازل ده، ونفس الكلام التراك اللي هو مكسر شوية هو نازل هنا ده. في هنا تراك من غير فايا، مش عارف هل دي عدت بقى يعني، انت واخدتش بالك منها وهل هو معمول له راوتنج كده ولا ايه الدنيا؟ التراكات اللي هي برضو اللي هم متقاطعين مع بعض دول، ممكن واحد بس يجي من هنا كده بدل الكلام ده. وهنا لما يبقى عندنا جزء كبير مش عارف يوصل له جراوند كده، بنروح جايين عاملين فايا توصل الايه دبل لاير ببعض او اكتر من فايا.
التراك ده طبعا محتاج يتظبط. الزاوية 90 دي ولا دي مش 90؟ اه يعتبر في زاوية 90 طالما ما دخلتش للفاير، يعني هي داخل الفاير من الجنب. تمام، زاوية 90 برضو نفس الوضع اللي هنا ده، عشان بتبقوا شايفين طبقة البوتوم لاير مع التوب لاير، ما بتبقوش بتبقوا عمالين بتلفوا من حوالين التراك ومفكرين ان هو بنفس اللاير. تمام، بس عظمة. تمام، يعني نشوف ال بتغير. كلكم حطيتوا الحاجة يعني حطيتوا الايساك كلها في التوب لاير ليه؟ كنت ممكن تخلوها في التوب لاير عادي، يعني مش شرط عشان انا شرحت كده في الفيديو ان يبقى في ان يبقى الحاجة محطوطة كلها في التوب لاير. بس عاش يعني زي الفل. انت ممكن تنقله برضو للداتا نقطة في الداتا، يعني وانا بشرح نوعت، حطيت اي سي فوق اس ام دي واتنين تحت اس ام دي، حطيت شوية الليدات فوق والمقاومات تحت وهكذا عشان الناس برضو ايه تنوع. تمام، يعني انا تعليق هنا مش شايف هنا، بس الحاجات اللي هي قريبة قوي من بعضها دي اللي ممكن تبقى ايه عاملة بس ايه مشكلة. بس زي الفل مفيش أي مشكلة هنا كده. أحمد الشامي صح؟ مش عارف أحمد، لو أحمد أو أحمد الشامي موجود؟ بس في يعني ممكن يبقى يكون حد على الجروب فهو إيه شاف الناس بتنزل صور وكده فقال ينزل صورة هو كمان. هي الصورة ملهاش علاقة بالتاسك المطلوب، دي على اللي أنا شايفه كده إن هي شارجر انبوت سويتش و تمام مفيش مشكلة. هو ممكن بس البرنامج تقيل على الجهاز ذات نفسه. تمام، ال3 دي موديل زي ما قلنا تشوفوا بس الشغل بتاعكم شكله هيبقى عامل ازاي وكده. يعني دي دايرة شارجنج تقريبا اهو، شحن بطاريات او حاجه زي كده، بس مش عارف هو بعتها يعني، و تقريبا مش معمول على الايجي تقريبا، والله اعلم ان معمول على الايجي. باقي كان في حد، باقي حد تاني؟ اه اسلام، اسلام نجم ماشي نفس ال انت عاملها كلها سنجل لير ولا ايه؟ ولا انت مزور التراكات؟ اشتغلني يا اسلام. اشتغلني رصيت البورده بس مش عامل لها راوتنج. تمام، البوردة دي مش معمول لها راوتنج كده. مش ظاهر في الصورة ماشي، ابعتها تاني يعني لما تخلص ارفعها تاني وخلي حازم يبعتها لي. ممكن تكون انت بس مش ظاهرة في الصورة ازاي؟ هي ما تعملش معاك كده الا لو انت بختار لون النحاس نفس لون السولدر مثلا، يعني انت مختار هنا النحاس لون اسود اهو، المفروض تبقى ظاهرة في السولدر ماسك الابيض. بس ماشي بقى ابعتها تاني لحازم وحازم هيبعتها تاني. بس ريدي موديل يعني زي الفل شغال. بوردة محمد عبد الظاهر، محمد ما عملش جراوند في التوب لاير، دي أول تعليق. مكثفات كبيرة أوي 100 مايكرو، بس الجزء بتاعها كبير أوي يعني. احنا كنا حاطين مكثفات اصلا. ماشي شغال. الريجليتورز والدايودز دي لو رصيناها زي ما احنا كنا رصينا كده هتستغل مساحة بشكل افضل.
تاني تاني المقاومة دي مقاومة اللي هي البوتنشيوم الكبيرة أوي دي شغال، مش مشكلة. عايز تحط اللي هي التانية الصغيرة اللي بتضبط بالفك دي عشان تاخد بس مساحة أقل، تمام. تركات الموتير كبيرة ده شيء كويس، تكبر تركات الباور بقى هي كمان. احنا علقنا على دي مرة، قلنا لما بنيجي نعمل تراك زي ده نطلع بيه زي الزاوية اللي قدامه دي كده، ما نسحبش. نفس الكلام التعليق تحت اهو، ما اسحبش كده من نص الباب زاوية، بنزل تحت شوية وبعد كده اسحب لبره، او اطلع من البادة زي ما انت عامل فوق كده شوية، وبعد كده اعمل الفايل اللي انا محتاج اعملها واكمل التراك زي ما انا عاوز. ماشي، تراكات البار تحت كبيرة شوية، تراكات بس اللي هو التراك الخمسة، هنا عملته كبير وهنا عملته صغير، طلع فوق عملته صغير. تراكات شغال. بص شايف اللفة دي، اللفة دي انت عشان ما بتبقاش زي ما قلت نفس تعليق على الدوائر اللي مادة، ما بتبقوش شايفين النحاس لير واحدة بس، تبقوا ظاهرين الدبل لير. فانت لو شايف دي في لير واحدة ممكن تاخدها ستريت كده، نفس الكلام مع التراك اللي هنا ده، تمام. بقى ايه تاني؟ مش مهندس اسمها عبد العال، تمام. في هنا فايا مش موجودة، لا اما التراك ده اصلا المفروض يكون مش موجود، انت عملت منس فيه. ظبطي بقى الاسماء بتاعت المكونات كده، تخليها ترصيها، قلنا نرص المكونات الاسماء ونظبطها. ايه تاني؟ ده برضو تراك مش كامل، لأن المفروض يكون فيه فايا وانت ما حطيتهاش، البورده مش فول راوتد. التراك اللي هو برضو طالع بالداخل يعني جاي هنا كده مقرب من التراك ده وراجع تاني كده، مش عارف كان جاي يشرب ولا ايه يعني، بس هتظبطيه كده يبقى طالع مظبوط ستريت. تراك الموتور رفيع شوية، تراكات الباور كذلك. بلاش تخلي الألوان كلها زي بعضها يعني، بلاش السولدر ماسك أبيض وال أو جري فاتح قوي لدرجة إن أنا مبقاش شايفه، تراكات نفس اللون مبقاش شايفه، فبنخلي النحاس بلون والبوردة تبقى لون من الألوان اللي هي إيه اللي إحنا قلنا عليها اللي هي الستاندرد، اللون الأخضر، اللون الأزرق، اللون الأحمر، اللون الأصفر كده، اللي هي الألوان اللي بتبقى باينة. عشان انا والله انا عيني تعباني وانا انا بدور على اسماء المكونات وهي مبسوطه ازاي. عايش ماشي. الترابيش دول من بعض قوي كده بحيث انت لما تيجي توصلي تبقي شايفه مين يعني، ده بدايته فين ونهايته فين وهكذا. ممكن تيجي تلحمي واحد تنسى مثلا باتين ما تاخديش بالك منهم، تلحميه على اللي جنبه لو المسافة بينهم قريبة قوي والاتنين معمولين ألاينمنت مع بعض. نفس الكلام التراك اللي نازل زجزاج ده، دي برضو نفس التعليق، بتبقى شايفها التوب اللاير مع بعض، فبتعملي الزجزاج ده بناء على ان في تراكات تحت، لو ظهر لاير واحدة هتعمليه مظبوط. الزاوية 90 اللي هنا دي، شوية الزوايا 90 اللي هنا دول، هنا برضو هنا، بس ده التعليق على النقطة بس في المقبل العام. عاش يعني في تحسن، عايز صاحب البوردة دي مطلوب حيا أو ميت صموش. يا باشا بص بقى كده، التراك الرفيع ده بلاشه، التراك الرفيع ده بلاشه. البوليجون الناس تعمل البوليجون ده موجود صح؟ موجود اهو ماشي. التراك اللي هو يعني التراك يبقى طالع عريض ويرفع دي صعبة شوية يعني، فاهمني؟ احنا بنقول لو التراك الستاندرد بتاعك 8 من 10 عايز تزود بعد كده ماشي، او الستاندرد 3 من 10 عايز تزود بعد كده، او 4 من 10 عايز تزود ماشي، انما ان هو يبقى رفيع قوي كده ده ممكن ما يعني في عمليه التصنيع ذات نفسه يعمل مشكله مع المصنع، تمام. نفس الكلام اللي تحت، هو بقى اي تراك صغير كده يعني بلاش. وانت شغال يعني حاول توحد الموضوع، لا اما تشتغل كيرفد لما تشتغل زوايا 45، يبقى شوية كده وشوية كده بس شغال.
الليدات زي ما انا قلت، ما تخليه الليدات دي او السلك سكرين ده هيطلع لك مطبوع فوق البدات، ما تيجي تلحم هيعمل لك مشاكل. كده كده اصلا السبلاير لما يجي يعمله لك هيعمل له مشاكل، هو كمان مش عارف يعمله. الكونكتورز دي اللي هي هنا دي ممكن تسحب لجوه شويه بحيث تخلي الايه الاسماء دي ظاهره، اسماء اللي هي اي زيرو اي وهكذا، او تجيب الكونكتورز بتاعتك ايه يعني تسحب الكونكتورز اللي جوه شويه بحيث تظهر زي تحت مثلا هنا كده، او تعدل على اللايبرري ذات نفسها تفتحها تعمل اديت ليها وترجعها تاني. تمام. الالاينمنت ده مش الايند مع ده وهكذا، انت حاول بقى الالاينمنت تول الحاجات دي بحيث بس انتم كل ما تطبقوا بالتولز مش هتنسوها سواء على السوفت وير ده او غيره. عملت بلوجن تحت وسبت البلوجن فوق. التراك اللي بص شفت تراك رفيع قد ايه، انت معاك مساحه اهو، كنت ممكن تطلع بحجم الباده فوق فاهمني. هنا نفس الوضع في مساحه هنا، لما تيجي تعملوا راوتنج للدبل لاير مش لازم تظهروا الاثنين للدبل لاير مع بعض، يا اما نظهر البوتوم لما بنوصل في البوتوم لاير مع بنظهر الفايز برضو معاه وبنظهر الباد، ولما نيجي نطلع في التوب لاير نخفي البوتوم لاير ونظهر البادز والفايز زي ما هي. تمام. نفس التعليق على التراك الصغير الرفيع او اللي فوق. المقاومات برضو نفس الكلام، الفاليو ممكن تخليها يا اما على اليمين او على الشمال. تمام. التعليق على دي كده اخر حاجه. طيب في الوقت ده يا عم انا كنت خلصت. تمام. دي البوردة اللي احنا كنا عملناها المرة اللي فاتت مع بعض، ده البوتوم لاير، ده التوب لاير، ما كناش عدلنا فيه بقى اللي هو ايه الاسماء والكلام ده، فانا مش اكيد مش هفتح معاكم السيشن ده عشان اعدلهم، يعني هنعمل حاجة جديدة ان شاء الله. لسه رافع الدايرة دلوقتي، معلش حاسب في حد لسه بعت الدايرة دلوقتي، فشوف لو في حد بعت تاني ابعت لي الدوائر اللي اتبعت. طيب على ما لازم يبعت الدوائر، احنا كنا المفروض السيشن ده هنشتغل ايه؟ قايلين المفروض هنعمل دايرة أردوينو بقى، احنا لما جينا حطينا الدوائر قلنا باور ديستريبيوشن أردوينو شيلد موتور اردوينو شيلد في موتور درايفر واي دي سي، وعملنا دول وقلنا نعمل دايره الاي ار سنسور وعملناهم برضو، بقينا نعمل نستخدم الاردوينو كاي في ار بدل من اردوينو. يعني انت بدل ما تجيب الاردوينو جاهز وتبقى مجبر على عدد البنات اللي عندك عشان تستخدمها زي ما هي كده، لا عايزين بقى نجيب الكنترولر ذات نفسه ونعمل دايره كاستم خاصه بينا. تمام. بعت حاجة يا حازم؟ ماشي. لازم أحملهم عندي الأول من الموبايل. ماشي. محمد طحون زي الفل، فتحة التثبيت موجودة. سنسورات بقى، أنا التعليق اللي علقت من ورا شفت عليه إن قلت لو هتعملها تشتغل بيها تخلي السنسورات إيه ستريت، يعني بدل ما هي لليمين أو للشمال كده تخليها الشنفر اللي معمول هنا ده يبقى الناحية تحت. تمام. بحيث يبقى أول حاجة هتقابل اللاين الأي آر ليد دي البوتوم لاير زي الفل. لا تعليق، انا شفت دي قبل كده وعلقت لك عليها اللي تحت ده، قلت لك 10 ماشي. 3 دي موديل زي الفل.
بص، اول نظره، اول ما ببص على الدايره بلاقي في تراكات، يعني في تراكات عامله بوش لبعضها كده، بتوقع ان ممكن تحصل مشاكل في اثناء التصنيع، فاهمني؟ يعني بلاش تزنق الدنيا قوي كده لدرجه ان انت ايه، انت حاطط L298، ده L298، شوف انا اول ما شفت الدايتس الكتير دي قلت اكيد في هنا حاجه. تمام، طب فين الريجليتر؟ مفيش ريجليتور ولا فيه وانا مش شايف؟ فوق على اليمين، فوق فين على اليمين؟ ده سوا تحت بوتوم لير. تعملوا اس ام دي، هو الاس ام دي ده مش هيديك كارنت يشغل الحاجات اللي انت حاططها دي، مش هيدي كارنت يشغل اللي موجود ده كله زي اللينيا، بس تمام يعني كبروف كونسبت شغال. يعني تراكات بقى اللي انا قلت لك عليها، الحاجات اللي هي القريبه قوي من بعض دي اللي هم عاملين بوش، يعني التراك ده زائد ده او ده زائد ده، هم يعني دول حاول ما تقربهمش قوي من بعض كده، وسع لنفسك المسافة. استخدم فايز ماشي، مفيش مشكلة شغال، ما تخليش يبقى فيه سلك سكرين فوق الفايز، يعني حاول لما تيجي تعمل فاير ما تخليهاش فوقها سلك سكرين أو حاجة هتتكتب أو حاجة هتطبع أو الكلام ده. تراكات التسعين بلاشها، التراكات اللي شكل زجزاج برضو بلاشها لأنها تعتبر أكتر من زاوية 90. التراك اللي جاي هنا وبعدين راجع هنا ده تطلع بيه على طول كده، نفس الكلام زاوية 90 هنا اهي. المقاومة اللي موجودة هنا دي هتبقى تحت الكونكتور ده، فمش هتعرف تركبها، انت برضه المفروض تبقى واخد بالك من حاجة زي دي. نرجع نبص على الكونكتور لاير، مفيش بوليجون في الاثنين تقريبا، ماشي. تركات المواتير رفيعة أوي، يعني أنت حطيت L298 عشان يديك تيار لحد 2 أمبير، بس تركات الباور رفيعة خاصة بالمواتير. التراك ده عامل زجزاج برضه لأن هو معدي بين تو فايز، ممكن توسع الفايز، تبعد الفايز دي هنا شوية والفايز دي تبعد تحت شوية هنا كده كده معاك مساحة. يعني تراك التسعين اللي هنا ده بلاش، هنا برضو في تراكات زقة بعضها هنا عشان تعدي. تمام، احنا معانا مساحة كتير يا شباب، ممكن نتحرك بالتراك زي ما احنا عايزين في البوردر، بس ما نخليش تراكات مزنقة أوي على بعضها أو يعني زانقين بعض، مش عاوزين ده. نفس الكلام هنا برضه، مش شغال زي الفل يعني في أبديت. دول قريبين من بعض أوي كده، اللي هما دول إيه؟ دي الار جي بي ليد، ماشي. مع الار جي بي ليد دي اللايبراري دي كده مشكله، الثلاث بدات هيطلعوا لها في ماسك بار. لو قلنا الار جي بي ليد لما تيجي تشوف اللايبراري بتاعتها مش هتلاقي الاربع بدات على نفس الاستقامه، تلاقي في بدات بدا يمين بدا تحت بدا فوق بدا تحت بدا فوق وهكذا، او بدا واحده مثلا سابقه عن الباقيين، فاهمني؟ بس انا كده يعتبر خلصت تعليق على الدوائر. حد بعت حاجة تانية مش ما اتكلمناش عنها، او حد لسه بعت دوائر تاني؟ طب خلونا نبدأ. الدايرة عاملها مع مستطع، المفروض اكتر في البوت
لحد ما اصلا مش عارف اوصل تاني. ايه المفروض اوصل في البوتوم لحد ما اوصل، مش عارف اوصل تاني وين الى التوب اكمل توصيل. لا مش شرط، انت بتبقى ماشي الاثنين بارل مع بعض، شوف الانسب ليك. يعني ممكن يبقى تراك وانت شغال في التوب لاير عايز تنقل في البوتوم لاير. يعني يا شباب ما افضلش اوصل في لاير واحده لحد ما الاقيش مكان بعد كده اطلع في اللاير اللي فوق. لا انا عندي حاجات اس ام دي ممكن تبقى في اللاير اللي هي في البوتوم وممكن تبقى في اللاير اللي في التوب، فانا بظبط التراكات مع الدبل لاير بحيث ان انا اطلع بافضل نتيجه، فاهمين قصدي؟ فانا بحاول اخلي الاثنين ماشيين بارلل مع بعض. محمد احمد بيقول لي الدايره عاملها مع مصطفى سعد، ماشي ما انا ما عنديش مشكله، انا المهم بالنسبه لي ان انتوا تكونوا طبقتوا واستفدتوا، فاهم قصدي؟ هو مصطفى خرج ولا انا بتهيألي عنده حاجه ولا النت في مشكله؟ لان هو كان بيسألنا على السيشن. طب لو تراك باور لازم يبقى بوتوم بس او توب بس؟ لا مش شرط، احنا قلنا اهم حاجه ما اجيش في التوب بس واخليه كله باور واجي في البوتوم واخليه كله جراوند، لان انا كده هبقى عملت ايه؟ مكثف. عملت مكثف في الدايره غصب عنك، انت مش محتاج، عملت كاباسيتنس. لو دوائر فيها سيجنال بتاع ده سيجنال انتجريتي تعمل لك مشكله، او دوائر كوميونيكيشن انا هيغير لك الفريكوانسي وبعمل لك مشاكل كتير. تمام يا شباب، تربطهم عن طريق فايا. ايوه عادي، ما انت بتربطهم عن طريق فايا، ما انت تربطهم عن طريق ايه؟ مش شرط التراك يبقى توب بس او بوتوم بس، عادي ما احنا بنبقى عاملين البوليجون كله جراوند وبنوصل البوليجون اللي تحت برضه جراوند وبنربط شويه بايز بينهم كده زي ما كنا عاملين في دايره الاي ار. طيب خلينا نشوف نفتح كده نجيب السكيماتيك. ده ايه ده؟ خلينا نعمل هنجيب اردوينو نانو نشكله زي ما احنا عاوزين ان شاء الله. لو احاول نظبطها في لاير واحده، لو ظبطناها في لاير واحده يبقى دي الدايره اللي هنطبقها مع بعض في الورش اللي هننزل ننفذها اوف لاين. يعني الناس كلها موجودة شايفين السكيماتيك سيركت دي. شباب عايز الناس تتفاعل كده. تمام بص، الاردوينو النانو والاردوينو الاونو معتمدين على الكنترولر اللي هو ايه 328 اي تي ميجا 328، تمام؟ اللي هو موجود قدامنا ده، اللي هو لو احنا جينا نشوف كده وقلنا ميجا 328 هتلاقي فيه منه حاجتين، فيه منه اللي هو الاي يو طب سيرفيس ماونت واس ام دي
ده اللي بيكون موجود على الاردوينو النانو. في بورد اردوينو اونو بتبقى نازله اس ام دي اصلا، او النوع الثاني اللي هو البي يو بدل الاي يو بقى، ده اللي هو بيبقى الايه الدول ان لاين باكج، اللي ده بيبقى التي اتش تي. تمام. فكرة دلوقتي انت بدل هتستخدم الاردوينو كاردوينو بورد، او اللي هي ديفلوبمنت بورد انت بتشتريها زي ما هي كده تستخدمها زي دي كده، لا احنا بقى انا مش عاوز البنات دي، محتاج اوصل السنسورات على طول مثلا، محتاج احط روزتات، محتاج اضيف حاجات زيادة وهكذا. هنتكلم في الموضوع ده. ايه تاني؟ احنا قلنا دلوقتي الفرق بين البيو والايو. احنا بنستخدم الايو موجود برضو في السوق، والبيو موجود في السوق. الايو موجود سعره 40 جنيه، والبيو سعره 40 جنيه برضو. تمام. لو جيت تشوف الاسكيماتيك ده الايو اهو اس ام دي. اللي يهمك في البرمجه بنت الريست، البنه الثانيه اللي هي الموزي والميزو اهم، ادي الموزي وادي الميزو والاس سي كي. تمام. دي بالنات اللي هي الايه الاي اس بي الاس بي ار. تمام. سيريال بريفرال انترفيس، ده الخاص بعمليه البرمجه. فانت بتحتاج ريسيت والاس سي كي والموزي والميزو والجراوند والفي سي سي. كام بالنايه؟ اثنين جراوند وفي سي سي وموزي وميزو وسي سي كي والريسيت، ست بالنات. طب ده لما تيجي تبرمج باي في ار، يعني تيجي تبرمج باي في ار بروجرامر او اي في ار بيرنر اللي هو يو اس بي اي اس بي. اللي هي دي بتجيب بيرنر زي دي كده، سعرها مثلا 40 جنيه ولا 45 جنيه، بتطلع لك كونكتور بالشكل اللي هو موجود هنا ده 10 اطراف، ده اسمه اي دي سي اهو، اي دي سي كونكتور. يعني انت مهم بالنسبه لك قبل ما تعمل دايره الاكس بي تمام، قبل ما تعمل دايره البي سي بي المفروض تبقى عارف ايه كل حاجه اسمها ايه. ده الاي دي سي كونكتور ال 10 طرف اهو، عندك خمس صفوف في عمودين او خمس اعمده في صفين زي ما تبقى شايف الاي دي سي هيبقى شكله عامل ازاي. يعني ده الجزء اللي هو الميل منه، والكابل اللي طالع بيبقى في ميل. تمام. يعني البرنر بيطلع لك الكابل ده، وانت بتظبط بقى البنات دي على حسب ما هي ستاندرد موجوده، بحيث انت عايز تبرمج بالبرنر دي ذات نفسها تبرمج بيها، عايز تبرمج بعد كده باليو اس بي او بيو اس بي تو تي ال براحتك. بس انت اول مره عشان تبرمج ده في حاجه اسمها بوت لودر. بوت لودر ده عشان ترفعه لازم يبقى ايه بيانات البرمجه بتاعتك اللي هي الريست والموزي والميزو والاس سي كي والجراوند والبي سي سي، دول اللي هم الخمس بنات او الست بنات اللي بتبرمج بيهم اي مايكرو كنترول. بس بيختلف من نوع لنوع، يعني البيك هتلاقي عندك الموضوع مختلف، في جي سي وبي جي دي والريسيت وجراوند وبي سي. تمام. هتيجي هنا تلاقي البنات الثانيه الاساسيه ايه الجراوند والاي جراوند او الانالوج جراوند. الانالوج في سي سي هتلاقيه موصله بالفي سي سي، في بنتين في سي سي عندك اهو. وقلنا في المكونات الاس ام دي يبقى مطلع لي اكتر من مكون، طلع لي اكتر من رجل للجراوند او اكتر من رجل للبي سي، لان مش زي الدول ان لاين باكج او الدي اي بي باكج الرجول بتبقى صغيره. يعني الرجل الواحده تبقى 2 من 10 مللي او اقل من 3 من 10 مللي، ما بتقدرش تشيل باور كبير، عشان كده بيوزعهم على ايه على كذا بالناية. بعد كده عندك ادي بالنات الاي دي سي، كل واحده بقى من دول هتلاقي مكتوب جنبها البورت بتاعها كاي بي ار. يعني انت لو محتاج تستخدم دي كاي بي ار براحتك، عايز تبرمجها بالاردوينو برضو ايه براحتك. تمام. ده بالنسبه للكنترولر. طب ايه تاني مهم للكنترولر عشان يشتغل الريست والمقاومه ال 10 كيلو اللي مفصله ايه
مع ال5 فولت، دول بيبقوا متوصلين هنا كده مع بعض، تمام. وايه كمان مهم، الكريستاله والمكثفين ال 22 بيكو فراد، المكثفين 22 بيكو مع الكريستاله مع الريست والمقاومه مع الكنترولر مع ال6 اطراف بتوع البرمجه مع الفي سي والجراوند، كده البورده بتاعتك او الكنترولر ده بيشتغل تمام من غير اي مشاكل. ومهم ان الاي ريفرنس ده ما توصلش عليه جهد، انت بتوصله مكثف 102 على الجراوند، اللي هو لو في اي نويز بس توصله على الجراوند. بتبدا توصل عليه جهد لما تبقى محتاج تعمل بقى تغير الانالوج ريفرنس بتاعك، تمام. وده موضوع يعني متقدم شويه مش هتستخدمه دلوقتي. دي البنايه 13 هي اللي انت دايما لما تيجي تستخدم الاردوينو، الناس اللي بتستخدم الاردوينو هتلاقي بنايه 13 بيقول لك ايه، في ليد متوصله معاها اهي، دي توصيله الليد اللي متوصله معاها، ممكن تخرج ديجيتال عادي عليها مش شرط، يعني الليد دي كده كده هتنور لو انت مطلع خارج، فاهمين قصدي؟ ده بالنسبه للكنترولر. طب ايه تاني؟ هتلاقي هنا معرفت لك البنات اهو، ايه 7 ايه 6، هنا دي 7 دي 6 دي 5 دي 4 3 2 1 0 وهكذا. باقي بنات الانالوج هنا اهم، ايه 0 1 2 3 4 5. ميزه ده عن البيو او الاونو ان النانو بيديك كام بنات انالوج؟ من ايه 0 لايه 7، يعني 8 بنات انالوج. الاونو بيديك من ايه 0 لايه 5، يعني 6 بنات انالوج. فدي ميزه النانو. على اغلب المسابقات لما كنت بجد في المسابقات لاين كنت بحط اللي هو الايه؟ النانو، ما استخدمش الاونو. اولا حجمه صغير، سعره اقل، بيديك امكانيات اعلى، تمام. عندك هنا دول البين هيدر، بين هيدر اليمين والشمال كده، يعني هم موصلينهم ايه؟ هم عاملين زي ما تقول ستاندرد كده، بحيث ان يبقى الاثنين على نفس الابعاد. انت ممكن بقى تغير براحتك، مش هنلتزم بقى بالابعاد اللي هم حاطينها. احنا ممكن نحط روزتات بدل ما نحط مثلا الكونكتورز دي البين هيدر، ممكن نغير براحتنا زي ما احنا عاوزين، ممكن نحطهم شريط واحد، ممكن نحطهم شريط واحد صفين وهكذا. ما انت تلاقي هنا عندك رصه الاردوينو بقى اللي هي الاردوينو النانو معروف، دي 11 دي 12 11 10 لحد دي ايه 0 دي 1 مبدلين مع بعض، والريست تحته الايه؟ الجراوند. حاطط لك الريست تحته الجراوند عشان لو عايز تعمل ريست توصلهم مع بعض على طول مباشر، ده هاردوير ريست. والجهه الثانيه حاطط لك برضو ايه؟ ريست، وفوق الجراوند عشان لو حابب تعمل هاردوير ريست، تمام. عندك هنا الفي انبوت، ده بيبقى داخل على هنشوف داخل على ايه بعد كده، اللي هو داخل على الريجليتور، والريجليتور المفروض يطلع له 5 فولت عشان يشغل الاردوينو. هنطلع لك هنا طرف ال 5 فولت توصل البوزيتيف 5، يعني لو في اي حاجه 5 في الدايره هتوصل لل 5 فولت ده، وبوزيتيف 3 و3 من 10 على البنايه دي لو اي حاجه انالوج، لو اي حاجه 3 و3 من 10 هتطلع لك ايه؟ على الكونكتور ده. والبنات 13 لوحدها في الصف الثاني بنات الانالوج، تحتهم الايه؟ الانالوج ريفرنس. المكثفات دي بقى اللي هو ايه؟ المكثفات اللي على الباور، اللي هي المكثفات اللي هنا دي، يعني بتبقى موجوده عشان تظبط، يعني لو حصل فولتج دروب تعوضه لك، انما غير كده مش مهم قوي بالنسبه لك. انها لو انت برضو لو هتوصل بتاع ده توصل باللاب مثلا او كده، مهم عشان لو في نويز او حاجه انت شغال انالوج تشيل لك النويز دي. هنسيب الجزء اللي تحت اللي هو خاص بالريجليتور ده دلوقتي وهنرجع له تاني. ده الجزء الخاص باليو اس بي انترفيس، عندك مدخل يو اس بي. المدخل اليو اس بي ده بيديك 5 فولت جاي من الكمبيوتر بتاعك. الجراوند الاي دي ده ما بتستخدموش، ده الكونكتور الوحيد اللي بقى فيه 5 اطراف، اللي هو الميني ميني يو اس بي اللي هو موجود في الاردوينو النانو اهو. لو احنا جينا نشوف اردوينو نانو ده الميني يو اس بي اللي موجود هنا ده، وده الاردوينو، ده الكنترولر، دي كريستاله اس ام دي، بس احنا طبعا مش هنستخدم دي، هنستخدم الكريستاله العاديه، لان قلنا لو هنصنع يدوي هنحتاج نحط ايه؟ كومبوننت نقدر نمسكها ونلحقها، تمام. ده الريست بتاع الريست. عندك هنا الليدات،
اللي بتبين التي اكس والار اكس، وان الاردوينو شغال اون، وال دي بتنور لما يبقى لو، يعني الباور بتاعك قليل مش قادر يشغل الاردوينو. في ايه تاني؟ بوردة الاردوينو من تحت ما بيبقاش شكلها كده، في حاجات تانية اهي، دي شكل بوردة الاردوينو من تحت. في بورد بيبقى فيها الاي سي ده، ده لو انت قرأت اللي عليها تلاقي مكتوب سي اتش 340 جي، وده دوره ان هو يشتغل كيو اس بي 2 تي تي ال، يعني بياخد الجهد اللي جاي من بره، بياخد اليو اس بي اللي جاي من بره، يطلع لك تي اكس وار اكس عشان تبدا تعمل بيهم ايه؟ ابلود للكود بتاعك، او تقدر تقرا البنات الانالوج، او تقدر تقرا خارج من الكنترولر توصله مع الكمبيوتر. يعني لولا ده، لولا وجود ده مش هتعرف توصل ايه؟ الكنترولر بتاعك بالكمبيوتر. تمام. هنا هتلاقي الام اس، الام اس 5 فولت عشان يطلع لك 5، تمام، من الجهد الفي انبوت اللي داخل. والمكثفات دي زي ما قلنا عشان تشيل النويز لو انت شغال من مصدر كهرباء في الحيطه وكده يعني، او بتسحب من اللاب. عندك ايه تاني؟ دي نفس الكلام، المكثفات اللي موجوده هنا دي بتبقى عشان تعمل تشغل ال سي اتش 340 جي ده، وفي منهم بيبقى متوصل مع اليو اس بي. تمام. ايه تاني؟ هشوف بس هما كاتبين هنا ايه، يعني ايه الجديد اللي هما كاتبينه، مش عايز اظهر ده. هتلاقيه شكل ده اللي انا بتكلم فيه، شكل تاني من الاردوينو كريستالة هي عادية بي اتش تي. البوردة دي تبقى متجمعة يدوي مش متجمعة مانوال او كده. في بوردة مصغرة من الاردوينو النانو اسمها مايكرو، اسمها اردوينو مايكرو. يعني انت لو كده بدل النانو دي قلنا مايكرو، اهي هو نفس الكنترولر تقريبا، يعتبر نفس الكنترولر ونفس كل حاجة. لا ده 32 يو 4 كمان، يعني ده برو مش نفس البنات، لا مش نفس الكنترول، يعني ده سعره كمان أرخص. ممكن لو سرشت في الإمكانيات بتاعته تلاقيه باورفل عن اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. هشوفه برضه، يعني هشوفه الإمكانيات بتاعته ايه، أحاول أشوف اللي موجود عليه، بس الصورة مش واضحة أوي، أو مش فيها ديتيلز أوي. تمام. هو ميزته ان هو صغير بس، يعني ده نص النانو كمان تقريبا، او تلتين النانو. في مديلك كل حاجه تمام، الميزو والموزو والاس سي كي، عندك بالنت الاس بي اي اي سكور سي سيريال باور بلس ويتس. طيب خلونا نروح نبدا كده بسم الله، نيجي على البروجكت، نعمل نيو بروجكت نسميه اردوينو بورد. نعمل نيو سكيماتيك، فين بقى اللي انا كنت اسف يعني؟ تمام. خلينا ننزل المهم بالنسبة لنا الأول، الكنترولر. تمام. اللي هو 3828 بي اي يو. أنا هاجي كده أعمل لودنج لللايبرري الأول. هقول له 328 بي اي يو، ده اول واحد. تاني في واحد جاي لي بال 3 دي باكج بتاعه على طول اهو،
في واحد تالت هنا اهو، وهكذا، واحد رابع، واحد خامس. فانت بقى تختار انت اي واحد فيهم. وليكن احنا، طب بس كده ماشي. لابير اسمها مايكرو كنترولر، تمام. لو تحتها 328 اي يو، موجود بالايه؟ السي دي باك جي بتاعه. بقول له اوكي. نزلت اول حاجه الكنترولر، بقى ايه؟ كريستالا. اقول له كريستال، ممكن بقى انت ممكن تيجي تقعد تدور هنا، تمام، وتيجي تلاقيها على طول كده زي ما هي، ربنا كرمنا بيها. او تروح على سبارك فان، سبارك فان كلوكس، تمام، كريستال، تفتح هتلاقي لحد ما توصل الشكل اهو، رقم 3 او 4 كده، الشكل اللي هو متعرف عليه، شكل البتاع ده، شكل الكريستال المتعارف عليه يعني، سواء هي او اللي تحتها ما فيش فرق كبير. عايز تخلي دي بحيث يبقى النيم والفاليو، وهنيم والفاليو برضه هنا. ماشي، خلينا نختار دي. هقول اوكي، والف كده الكريستالة، ما اخليها فين بتاعت الكريستالة. ماشي، اس سي اوتبوت، نخليها هنا كده. ننزل كمان واحدة عشان يو اس بي 2 تي ال. بقى ايه تاني؟ سويتش بتاع ريست يبقى موجود في اللايبراري اللي اسمها سويتش. انزل تحت كده، سويتش سويتش بومرون رقم واحد، وأقول له جايب لنا رقم واحد، جايب لنا رقم واحد. اهي ماشي، سؤال ريست مشين ريست. طب ماشي، خلينا ننزل ده. بعد كده ندور على ايه؟ ريست كل واحد. ده ايه تاني؟ ماشي تاني، اخر حاجة هنشوف. اخر حاجه انا نزلت السويتش، بس السويتش اللي هو 4 طرف عشان اعمل بيه ريست، تمام. نزلت منه واحد هنا اهو عشان لسه نزل معاك اهو مقاومه، عشان اعمل بيه ريست للمايكرو كنترول اللي انا مش لاقي الريست بتاعه، مش موجود، شايف بنادي ريست قدام او اسمها ممكن يكون متغير عادي. هنشوف لو في بنات مخفية، مفيش بنات مخفية. أهو الريست هنا أهو، بنات 29، تمام. لأن كل بناية ممكن يبقى عليها مالتي فانكشن أو تبقى شغالة أكتر من وظيفة، زي البناية رقم 28 مثلا، بتشتغل كانتربت، بتشتغل كـ أي سكوير سي، وبتشتغل كـ ديجيتال، بتاع ده أنالوج ديجيتال كونفرتر، وممكن تشتغل كـ ديجيتال، بناية ديجيتال عادي خالص، بي سي دي اللي هي البي سي 0 1 2 3 4 5 6، دول معناهم ان هم ممكن يشتغلوا ديجيتال. البنايه دي طالما مكتوب جنبها اي سي 7 بس، يعني ما ينفعش تشتغل غير انالوج بس، تمام. دول ممكن يشتغلوا كديجيتال وكانتربت عادي وكانالوج ديجيتال كونفرت. والبنايه رقم 27 و28 بيقول لك ان دي الاس دي اي ودي الاس سي ال، يعني دول البنايتين الاي سكوير سي، ونفس الوقت هم الـ A4 والـ A5، تمام يا شباب. كل دي بنات بتطلع من الانتربت اهي، سواء برضو في هنا بي سي انت 7 بي سي انت 6 وهكذا، كل دول بيدعموا الايه؟ الانتربت. الـ SCK والميزو والموزي دول الخاصين بالبرمجة مع الريست، اللي هو برضو قريب منهم، اللي هو كان هنا دلوقتي.
27 او 29 29 اهو تمام. نزلنا دلوقتي الكريستالة، بقينا ايه مكثفين للكريستالة دي، مكثفين للكريستالة التانية اللي تحت دي خاصة باليو اس بي 2 تي تي ال. هروح على سبارك فان كاباسيتور سبارك فان. سبارك فان كاباسيتورز تمام. ممكن تيجي بقى تدور على الفاليو لو انت حابب، 22 بيكو اهو، احنا محتاجين ده اللي هو الثرو هول، واقول له اوكي، نقول له عايزين واحد هنا كده تاني هنا، نفس الكلام مع الكريستالة دي، واحد هنا واحد هنا، دول بيشيلوا لي لو في اي نويز في الكلوكس اللي موجودة، في نفس الوقت بيعملوا ايه بايسنج للكريستال اوسيليتور عشان تشتغل تمام. باقي ايه تاني؟ المقاومة، نروح برضه على سبارك فان ريزيستور. تمام، نروح على المقاومة 12 سيرو 6 جنرال ريزيستور 12 سيرو 6 تمام، واقول له اوكي، اجي احطها هنا كده. باقي ايه تاني؟ خلينا نشوف الرسم. مكثفات مش مهمة أوي بالنسبة لنا دلوقتي. البناية مقاومة على ليست على البناية 13 مع ليد ماشي. خلينا نروح نحط مقاومة. مع ايه تلت مع دي 13 مع ليد. خلينا ننزل المقاومة دلوقتي كده، نجيب الليد وبعد كده نسميه. نروح على سبارك فان، قوم رقمها كام؟ 1206 ريزيستور 1206 تمام، موجودة في سبارك فان ريزيستورز. تفتح الجينيريك لايبراري اهي، جينيريك ريزيستور، ومنها هتلاقي ال 1206 دي مقاومة اس ام دي، مقاسها 1206 يعني 3.2 من 10 مللي، 1.6 من 10 مللي تمام. هنيجي على سبارك فان ال اي دي، نيجي على ال اي دي، نجيب ال اي دي 3 مللي ونقول له اوكي، وادي ال اي دي اللي على البن رقم 13 ايه تاني؟ نبدأ للدايرة. الكونكتور اللي هو الاي دي سي ال10 بن، ممكن تيجي كده تروح في سبارك فان، سبارك فان كونكتورز تمام، تلاقي مسمينه اس بي اي 5 في 2 اي في ار اس بي اي بروجرامر 5 في 2، شوف بقى الشكل اللي انت حابه. طبعا ده اس ام دي اللي انت هتلاقيه بالشكل ده او بالشكل ده لو انت هتحط بين هيدر، او بالشكل اللي فوق ده، اي واحد فيهم. خلينا مثلا نختار الايه اللي هو اول واحد في الاي في ار، اي في ار اس بي اي بروجرامر 5 في 2، ده اللي هو الاي دي سي كونكتور. انا اخترت ده ليه؟ عشان هينزل لك مترتب بالاسماء اللي انت هتوصل عليها ستاندرد، سواء الريسيت او الاس سي كي او الميزو والموزي والجراوند وهكذا والبي سي سي، وهقول له اوكي، ادي الكونكت. باقي ايه تاني؟ نرجع لدي، نزلنا دول الاي سي اس بي ده من سيركت سيريال بروجرامر، هو نفس اللي احنا منزلينه، بس احنا منزلين ايه الاي دي سي كونكتور بقى على طول مره واحده. ممكن تستخدم تاخد توصل على البنات اللي في الاي دي سي كونكتور دي بجامبرز عادي، فاهمني؟ فهي هي الجزء ده
ماشي، احنا ممكن نعمل ده. بس انا مشكلة ده معانا في الشيب دي ذات نفسها. انا الشباية دي اس ام دي، وعدد بناتها تقريبا حوالي حاجة و30 بن، او حاجة و حاجة وعشرين 28 بن تقريبا، خلاف ال سي اتش 140 جي. عادي ممكن نعمل دي، مفيش مشكلة. هو برضه يبقى ايه، تجربة جديدة. وهننزل برضه اليو اس بي كونكتور، بس مش هننزل ده بقى المرة. ممكن نحط اي كونكتور تاني. خلينا نيجي كده على الايجل نقول له، هو انا عملت ماشي. احنا خلينا في سبارك فان كونكتور دي برضو. ممكن نشوف اي حاجه خاصه باليو اس بي. يو اس بي ايه؟ لا مش عايزين ايه. طب البي مايكرو بي؟ لا مش عايزين مايكرو برضو. ده يو اس بي بي اهو، سيبهول. تمام، ده اللي بيكون موجود في الاردوينو الايه الاول. انا ليه اخترت ده؟ عشان يبقى تي اتش تي، عشان تعرف تلحمه، وبالناتو تبقى قريبه من بعضها شويه، بس مش مشكله هتعرف تلحمها ان شاء الله، هنكون موجودين مع بعض يعني. اقول له اوكي، وادي اليو اس بي. ايه تاني محتاجين ننزل مين دلوقتي؟ ال اف تي دي اي صح، اسمه اف تي 232 ار. نعمل كده نكتتين اف تي 232 ار، اقول سيرش في اي حاجه بالاسم ده هاتهالي. ماشي، هو من اف تي دي اي تشيب فعلا، ده الشكل بتاعه. شكله بقول لك، شايفين الرجول قريبه قوي من بعضها، فده انا يعني مش واثق تماما ان ممكن تعرفوا تلحموه في الورشه كده بشكل عادي. فانا اختاره من هنا لسبب ان ده ليه 3 دي باكج، عشان الناس اللي بتعاني من موضوع 3 دي باكج فهو جاي جاهزه. لان برضه لقيت ناس لسه بتشتكي ان موضوع 3 دي باكج لسه مش عارفين نجيبها ولا نضيفها، او بتاخد وقت كبير. اهي موجوده جاهزه، اقول له اوكي. تعالى عم مثلا خليه هنا، نرجع للموضوع ده. جميل جدا، ده كمان مش هيحتاج بتاع ده، مش هيحتاج كريستالة. ال CH 240 جي هو اللي كان بيحتاج كريستالة وأوسيليتور، ده كده مش محتاج مننا لا كريستالة ولا أوسيليتور ولا بتاع ده مكثفات. هيحتاج مكثف واحد بس أهو، اللي يبقى متوصل بالريسيفر 105 فولت. هيطلع لي TX والار اكس، وهنا TX والار اكس اللي هم دول بيبين اللي هم بينوروا يدو يطفوا كده لما تبقى تبعت حاجة على السيريال أو تطبع حاجة والكلام ده. تمام، احنا مش طبعا على الكلام ده واحنا بنبص دلوقتي. ده اليو اس بي كونكتور، بيديني هنا دي ماينس ودي بلس. دي ماينس بيدخل على اليو اس بي دي ام، والدي بلس بيدخل على اليو اس بي دي بي. تمام، فدول عشان برضو يعني الحاجات دي هتبقى ستاندرد بالنسبه لنا احنا بنوصل فانكشن. وعندك الفي يو اس بي موصل هو عليه مكثف، هو 7 و4 4.7 من 10 مايكرو فاراد 16 فولت، ومكثف 100 نانو. واحد ده ال 100 نانو ده مكثفات السيراميكيه دورها هنا عشان يشيل لي اي نويز، المكثفات الكيميائيه عشان يعمل لي يثبت لي الجهد، فما يحصلش لو حصل فولتج دروب والجهد اقل، المكثف الكيميائي ده بيبقى مخزن شحنه، فهي ايه هيعوضها لي. انما المكثفات الكيميائيه، مكثفات السيراميك ما بتخزنش شحنات. تمام، المكثف السيراميكي ده دوره عامل زي ما اكنه بيعمل شورت سيركت كده، بس للسيجنالز يعني. لو هو شايف نويز جايه من بره مثلا بفريكوانسيز مختلفه، هيبدا يسحب النويز دي على ايه الجراوند. تمام، من غير ما يعمل لي مشاكل في الدرع ولا يعمل شورت سيركت. اليو اس بي سيلكتور ده مش تحتاجه في حاجه، احنا هنوصله على طول بال 5 فولت. اليو اس بي سيلكتور ده المفروض لو انت مثلا ايه موصل 5 فولت
وموصل اليو اس بي، ياخد جهد من الخمسة فولت ولا ياخد من اليو اس بي؟ هنا مش هتفرق معانا، احنا قلنا احنا الاتنين هيبقوا زي بعض بالنسبة لنا. هنا حاطط هو ريجليتور اهو اس ام دي، واديله الفي انبوت، لو انت هتوصل على الفي انبوت، والخارج بتاعه واخده على مكثف واحد مايكرو سيراميك، وبعد كده مقاومة مع ليد. تمام، فين يا عم مصطفى ده كله؟ يلا احنا لسه بس لسه بننزل المكونات، ما محتاجش كتير يعني. تمام، لو قلنا هننزل ايه بقى اللي باقي؟ ريجيليتور ام اس ام اس، انا حسيت بكده والله. في اي حاجه كل ما تخص الاي ام اس زيرون. سبارك فان، هنروح على سبارك فان على طول بكل احترام. هات لي يعني حاجه سبارك فان. يا ترى هنلاقي في مين فيهم بقى؟ ممكن في الباور. اي سي 1117، ايه ده؟ احنا عارف نفس ايه، وكان اسمه 1117 ام اس. موجود ام اس بس اشوفه ال ام. ماشي، ال ام 2017، ال ام اس ده ال 3 و 3 من 10. تمام، جابولي اهو 1117، بس هو المفروض مش ادجستبل يعني. هنجيب اللايبرري احسن. شفت البي سي بي وعلقت عليه، قلت له اهم حاجه تكون استفدت، مش فارق معايا عملتوها مع بعض ما عملتوهاش مع بعض، اهم حاجه اللي استفدت. ان شاء الله تكونوا 10 عاملين البورد، المهم ان انت تكون استفدت. خلينا نجيب بقى اللي هو نجيب ايه ام اس، ام اس 1117. عظيم، احنا بقى عايزين ايه؟ ام اس 1117 5 ايجل لايبرري، امازون رشا في اي حاجة. ممكن تجيبها من على سناب اي دي، ممكن تجيبها على طول من دو ات يور سيلف موديولز دي. اللي حمل الاول نجيب منها، مش سناب اي دي، ممكن ما يكونش عندهم اصلا الشكل اللي احنا عاوزين. ماشي، عادي موجود اهو. شوف ال 3 دي باكج كمان لو موجود. عظيم، انا واثق فيكم وهحمل ال 3 دي باكج الاول. يعني بقى كده ده داونلود سيمبل اند فوت برينت، عايزه للايجل. تمام، اللايبراري نزلت هنا اهي، وادي ال 3 دي موديل. هروح على الايجل
هما نزلوا عند المفروض ان هما نزلوا كده في الداونلودز. حملت اللايبراري اللي هي ام اي ام اس 1117 5 فولت الخاصة بالاي سي ده اللي هو باور الفولتج ريجليتور ده، بيسموه ال دي او لو دروب اوت فولتج ريجليتور، يعني ده ما بيعملش فولتج دروب عالي او ما بيضيعش باور كتير عشان يطلع لك 5 فولت. باقي الريجليتورز اللي هي اللينير عشان يطلع لك 5 بيطلع الباقي حرارة، يعني لو انت موصل 12 وعايز 5 بيطلع لك 7 على هيئة حرارة. تمام، هرجع اخد دول كده فوق الاثنين سي واروح على الدوكيومنتس، اروح على الايجل لايبريز واقول له بيست هنا. تمام، نقفل ده، هرجع على كنترول بانل، اقفل ده الاول، اروح على اللايبريز اقفلها وافتحها تاني، ارجع على اللايبريز اول واحد. تمام، بدنا ان انا كده بستخدمه، جرب بس ما بضغط على النقطة اللي هي قدامه دي. لو انت عايز تضيف 3 دي باكج دبل كليك، تيجي على 3 دي باكج دي لازم تخليه الاول المانجد، اقول له كريت مانجد لايبراري، مشكلة النتورك بتاع كل مرة. المهم يعني يا شباب، لما تيجوا المفروض انتوا ما بتعملوا اللايبراري وتعملوا كريت مانجد لايبراري دي، مش هيزرقوا الايرور اللي عندي ده. تمام، عشان انا شخص مهذب، وكريت لكم هيقعد يعمل لودنج شويه وهيظهر لكم هنا ايه 3 دي باكج، تروحوا جايين ضاغطين عليها دبل كليك، تروحوا جايين ضايفين ال 3 دي باكج اللي انتوا حطوها ايه من على الموقع دي. تمام، دي اضافه 3 دي باكج اللي عامله للناس قلق وعامله للناس مشكله، مش فاهم ايه المشكله فيه. بس تروح عند ضاغطين كنترول اس لللايبرري اللي تحتها اللي تعمل لها ابديت من قبل ما تبدا الشغل، يبقى انتوا عرفتوا اهوت من قبل ما تبدا الشغل. تمام، خلينا نشوف ايه اللي ناسينه هنا في ال دي. نزلنا الريجليتور، نحط ليد ومقاومه، ماشي. خلينا نرجع للاسكيماتيك، ناخد دول كمان مره كده، كنترول سي كنترول في. تمام، نخليهم جنب الريجليتور على طول، ما نزلناش بتاع الريجليتور بس اسف دول مش عايزينهم. المفروض ان ينزل لك في الايه اسمه اي ام اس اهو. تمام، وده شكل اقول له اوكي ماشي، عشان اول مره خلينا نختاره تاني اهو، اقول له اوكي. تمام، هو منزلين و بتاع ده منزلين شامل لكل، سواء ادجستبل اللي عايز تستخدمه ادجستبل اللي عايز تستخدمه اوت شغال يعني. باقي لنا ايه تاني؟ كونكت الجاك بتاع الباور، هنيجي نجيب الجاك بتاع الباور، نضغط هنا في الديسكريبشن حرف الجي جي جاك، نجيب الـ DC جاك بتاعنا، ناخد لك الرعريت. تمام، أقول له أوكي تاني عشان لو الناس ما خدتش بالها، الكونكتور اللايبرري اسمها كونكت جاك، أو تيجي في الديسكريبشن تضغط على أي ديسكريبشن بتاع واحد وتضغط حرف الجي بس، حرف الجي يوديك على اللايبرري بتاعت الجاك دي، تختار الكونكتور اللي هو إيه عريض من جوه ده، أقول له أوكي. نزلت أنا كده إيه كونكتور عشان الباور، عايز تحط سويتش اون اوف يجي على سويتش ماي اس سي، انزل تحت اهي بي في 8 واه. تمام يا شباب، وزي ما قلت ممكن بعد ما تجيب السويتش ده تلاقيه مقلوب، هتبدل الاطراف بس اللي انت كنت ايه حاططها في الجرس دي، بتبقى يعني هتعمل شورت سيركت على اي طرفين جنب بعض عادي. تمام،
فانا جبت الدي في 8 ورا اهو، بقول له اوكي تمام كده. باقي ايه تاني؟ خلينا نرجع هنا، عايزين كمان لبدتين وقومتين عشان تي اكس والار اكس. ماشي، هات لي دول كمان كده، او كنترول بي على طول، هي كانت لسه معانا اصلا كده. هنا كنترول بي كمان مرة، حطه هنا كده. بقى ايه محتاجين بقى؟ نطلع الاطراف بقى اللي هنا دي، محتاجين نطلعها. عايزين نطلعها ايه؟ نطلعها على بين هيدر، ولا نطلعها على ريزكتات، ولا ايه؟ ولا نقسمها كوميونيكيشن؟ شو رأيك؟ وعايز اقتراحات. ماشي، ما بين هيدر ونقسمها كوميونيكيشن، ولا بين هيدر ونخليها زي من الاردوينو بس، اللي هو الديجيتال لوحده والانالوج لوحده، ولا نطلع بين هيدر الديجيتال لوحده والانالوج لوحده والكوميونيكيشن برضه لوحده؟ فاهمني؟ اصل المشكله في الناس بتخلط في حاجه. واحد ممكن يبقى مستخدم بين نهايه لو انا طلعت الكوميونيكيشن لوحده والانالوج لوحده والديجيتال لوحده، ممكن واحد يجي يستخدم بالنات الانالوج اللي هي الاي 4 واي 5 على انهم انالوج، وفي نفس الوقت يبقى مستخدم الاي سكوير سي على ان هو بالنات لوحده مش متوصل على ايه الاي 4 والاي 5 دول. انا عايز برضو الناس تبقى وصل لها الحته دي، حته ان كل بن ممكن يبقى لها مالتي فانكشن. يعني دي مثلا البنتين اللي هم اللي هي البي 0 اللي هم الدي 0 والدي 1، الوظيفه بتاعتهم برضو اللي هم ار اكس تي اكس ريسيفر وترانسميتر بتوع اليو ار، يعني بيبعتوا ويستقبلوا داتا، وفي نفس الوقت ممكن يبقوا شغالين ايه انترابت. تمام، زي ما احنا كنا بنقول كده ان هو ممكن يبقوا شغالين انترابت. في هنا دول، كل دول على البورت دي، تمام، عشان الناس اللي لو حد عايز يبرمج اي في ار، كل دول متوصلين على البورت دي من اول بي دي 0 كده لحد بي دي 7 بنفس الترتيب، دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 كديجيتال. خلصت الدي تروح على اللي بعده، تمام، اللي هو ال سي او اللي قبله. يعني خلينا نشوف دلوقتي، يعني هنا واكتبهم لك بالترتيب. هنا دي 0 اهو واخد بورت دي، بعد كده بورت سي الانالوج، بورت بي كان مكمل بي بعد الايه بعد الدي، يعني الدي اول بورت بتبدا بيه، بعد كده البي، بعد كده السي بالنسبه لك الايه الانالوج والبنات اللي هي واخده سبيشال كي. طيب اخر كلام، كله بين هيدر يا شباب ولا ريسبتات ولا ايه يا قوم؟ مفيش غير مصطفى اللي رد عليا. حازم بين هيدر، ماشي بين هيدر برضه عشان ما تكلفناش كتير. انا بقول كده عشان هتعملوها على حساب الورشه وكده، كل واحد عايز يعمل بورده كل الوقت كل حاجة لوحدها. ماشي، نعمل كل حاجه لوحدها. طيب خلينا باقي وباقي. طيب هنا شوف بس، عشان لو باقي مكونات ما نزلتش ننزل مقاومتين. ماشي، ننزل مقاومتين 1 كيلو هنا كده. هم تي اكس وار اكس، طيب خلينا نبدأ بقى نرص الاسكيماتيك. هي كمان انت نجيب ده هنا كده اليو اس بي هنا. ماشي، دول مع بعض كده، وصل ده على طول اهو. أكيد طالما قريبين من بعض هنستخدم النفس عادي، مش مشكلة. هنا الـ M متوصل مع الـ ماينس،
والبوزيتيف متوصل مع بي. تمام، عايز حتى لتحت شوية كده، يبدأ كده كده يبدأ هو شوية، ناخد ده نطلع بيه فوق شوية عشان نوصله بالخمسة، الشيلد خليه بالجراوند. الشيلد ده اللي هو البادي يا شباب بتاع ال بتاع اليو اس بي. الاتنين دول كانوا واصلين بمين بقى؟ احنا هنا دلوقتي عند اول حاجة عند اليو اس بي، تمام، مش محدش يتوه مننا. وصلين على السي باص 0 والسي باص 1، سي باص 0 سي باص 1، سي باص 0 اهو سي باص 1 اهو، تمام. هما الاتنين واخدين كده جهد 5 فولت. طيب قبل ما ننسى، خلينا ننزل من السبلاي، سبلاي 1 بص ب 5، سنة دي يس سهولي تاني هنا 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 مام. نيجي ننزل برضو الجراوند، أي حاجة عندي بقى محتاجة جراوند، هنحتاج في هنا جراوند تاني، جراوند هنا اهو ماشي، في جراوند تاني هنا اهو. بس أنا يعني أنا مش هقعد بقى أسمي كل شوية جراوند، أنا هنزل جراوند واحد ونسمي الباقي ليبلز. أنا أعمل ده ليك كده، ممكن يصير لي بريك أوت بانز، I don't think so. ماشي، كنترول أرجع كده ليبل، خلي الليبل اون قبل ما اعمل البريك اوت بنز. تمام، عملت الليبل اون اهو، هضغط على الكروس ده واقول له بريك اوت بنز، اظهر لي اول بنز خليها يونيك. تمام، بس طلعهم لي بنفس ترتيب كل اي سي، او اجي اقول له كده تاني بريك اوت بنز اول بنز، اظهر لي بس اسم ايه البن نيم بس. تمام، ده لو انت مش عاوز تطلع اسم الاي سي، عايز تطلع اسم البن نيم على طول. راجع اعمل ايه؟ اعمل نيم بس لكل حاجه من دول، اسمي مثلا دي تي اكس، اسمي دي على حسب بقى ما هو مستخدم هنا، يعني تي اكس رقم واحد ماشي، دي تي ار رقم اتنين هتبقى واخدة مكثف ماشي، خلينا نسميها دي تي ار، شيل الهاش ال RTS مش هنستخدمها، خلينا نعملها ديليت عشان ما نتلخبطش. ال VCC input output 5 فولت ماشي، خلينا نسمي دي بوزيتيف 5. ال RX ده هيبقى TX بالنسبة لنا، ثواني تي اكس اه ماشي، الار اكس ده يبقى تي اكس، وهقول ليه هم معكوسين كده عشان برضه الناس ايه، ده الار اكس ده تي اكس لحد سي تي اس. خلينا نعمل ديليت بقى، ديليت تايم 6 و8 و9 و10، 6 و8 و9 و10 و11 ديليت، 6 8 9 10 11 12 متوصل بإيه؟ 12 مش متوصل برضه، 13 و14 تمام، 15 متوصل بال دي بلس وال دي ماينس ماشي، متوصلين 15 و16 اهم،
17.3 ومحتاج مكثف 2 نانو. هنا نجيب، هنا نجيب مكثف اللي احنا منزلينهم ده، نغير الفاليو بتاعته فين كمان. طيب يبقى محطوط هنا كده الطرف ده واصل للجرام، والتلاتة تلاتة بي اوت بي نسميها، نخليها 3.3 فولت. تمام، بحيث ده الاي سي ده يخرج لي 3.3 فولت. نسمي دي جراوند عشان يبقى كله ستاندرد. في سي سي دي هتبقى بوزيتيف 5 فولت. جراوند ان سي يعني مش دي ان سي دي نوت كونكت، طالما عامل لي جنبها اكس كده انا بقول لك ما توصلهاش. الاي جي ان دي نسميه جراوند بس عشان يتوصل بالجراوند. تيست مش محتاجينه في حاجة، تيست هيتوصل بالجراوند ماشي، نسميه برضو جراوند. سيريتور 1 و2 27 و28 هو مش مستخدمهم، فبرضه ممكن نعملهم ديليت كده. أمال إيه؟ ليه إيه؟ مش فاهم لازمتها، لازمة إيه؟ النوت كونكت البناية يعني، هو ليه حاططها ومش بيستخدمها؟ السؤال ده حلو يعني، سؤال مهم. في أغلب الأيسيات ممكن تجيبيها زي الأوب أمب مثلا، دايما هتلاقي أي أوب أمب بتجيبيه آخر بناية فوق خالص على اليمين بتبقى دايما نوت كونكت. الباكج اللي هو بيعملها او عشان لما يجي يصنع اي سي زي ده عشان يروح يعمل باكج جديده او يغير مثلا الاسطمبه اللي بيشتغل بيها على المكن التصنيع او الماشينز دي هتبقى مكلفه كتير بالنسبه له، فهو يعمل ايه؟ ياخد باكج بتاعه اي سي تاني بنفس الابعاد ونفس كل حاجه ويشتغل بيها، بس بيخلي فيه بالنات نوت كونكت، بيبقى حاططها بيقول لك عشان التثبيت الميكانيكي بس. يعني لو هو يعني هو بيتحجج بحته ان انت ايه؟ البيانات الزياده اللي انا حاططها لك دي هتساعدك في التثبيت الميكانيكي، انما هي كده كده مش هتستخدمها في حاجه. يعني هي من جوه اساسا مش متوصله في حاجه في الاي سي، غير ان هي موجوده لان هي ده الباكج اللي هو ايه؟ اضطر ان هو يستخدمه. لان يعني الحاجات دي بتبقى مكلفه جدا عشان يعمل تغيير مثلا لخط انتاج كامل عشان يعمل حاجه زي كده. وصلت الفكره؟ تمام. قبل ما نروح نغير دوت نغير الفاليو بتاعته على طول. يا حبيبي مش دي فاليو برضه ولا مش فاليو؟ ماشي ماشي، خلينا نيجي بقى نغير كده. ده كان 100 نانو فاراد. تمام، ممكن نسحب ده عشان ما تلخبطش الناس. 2 نانو ده اليو اس بي كونكت بتاعنا، حطينا وصلنا كل البنات اللي محتاجين نوصلها. اذا قلت اكس ار اكس مش عايزين نسمي الليدات ده، هي برضه ايه نسمي الراي لك الار اكس دي تي اكس. نيجي هنا وكده ار اكس ودي قصه التي اكس. تمام، دول كل واحده فيهم بتشتغل، دي بتشتغل مع عمليه الترانسميتنج ودي بتشتغل مع عمليه الايه الريسيفنج. هنا انا موصل الار اكس بتاع الاي سي ده بالتي اكس بتاع الاردوينو، والتي اكس بتاع ده بالار اكس ايه؟ ثواني عشان في حاجه كده متبدله، المفروض اللي فوق دي ار اكس صح كده، دي ار اكس
التي اكس دي بتعمل عمليه ايه؟ ترانسميتنج، يعني بتستقبل صح؟ طب ودي؟ دي بتعمل ايه؟ ريسيف. دي بتعمل ترانسميت، هتبعت، والريسيف دي هي ايه؟ تستقبل. طب دي بتعمل عمليه ترانسميت، ودي بتعمل ريسيف، يعني دي هتبعت لده يستقبل، وده هيبعت لده يستقبل. فانا لو جاي لي داتا من بره هتبعت عن طريق ايه؟ ترانسميتر، المفروض تروح للاردوينو يستقبلها عن طريق ايه؟ ريسيفر. الاردوينو عايز يبعت، يبعت عن طريق الترانسميتر بتاعه، ده يستقبله عن طريق ايه؟ الريسيفر، وهكذا. عشان كده ده اسمه ايه؟ يو اس بي تو تي تي ال، او ترانزستور ترانزستور لانجوج، او يو اس بي تو يو ار، ان هو يطلع لي بيانات التي اكس والار اكس ابدا اتعامل معاها زي ما انا ايه؟ عاوز. الدي تي ار وضع البروجرامنج، لما انا عايز ابعت اعمل عايز ابرمج الاردوينو عن طريق اليو اس بي تو تي تي ال، لازم يبقى فيه ايه؟ الدي تي ار دي بتعمل عمليه ريسيت للاردوين وقت البروجرام. تمام، خلينا برضو نجيب المكثف ده اهو، ناخد منه نسخه ونيجي على بنيه الريسيت لهنا، نوصل دول كده ببعض. نطلع دي كده نسميها دي تي ار، دي تي ار يس. تمام، عايزين نسمي ده ريسيت او ماستر كلير، اي حاجه زي ما تحب. واجي هنا على ده اظهر البنات بتاعته، بالنيم بس يس، لا اله الا الله، لا مش عايز ده كله، انا نظر البين نمبر بس. مش حلو كده، احنا نعدل ايه؟ نضيف اللي احنا عايزين نضيفه، ممكن نيجي نعمل كده دي المقاومتين دول كانوا محطوطين عشان اللي تحت ده الار اكس اهو، الار اكس اهو طلع لي ار اكس، وبينهم مقاومة 1 كيلو. يعني هنيجي كده هنا دي، بقول له ده ال RX هيوصله لي اوتوماتيك باللي هناك، ده TX. تمام كده توصله ببعض. هاجي هنا اسمي ده D0 or ال A ال RX، وده D1 or TX. بس انا موقف كده بره، تمام، حط فاليو دول 1 كيلو عشان ابقى عارف. بس 1 كيلو على طول، انا هنا ده مين كده، دي كام؟ دي 2، دي 3، دي 4، دي 5، دي 6، دي 7. تمام، وقلنا بعد كده بنكمل بورت بي، بورت بي بورت بي بورت بي او لو وقفنا عند مين فيهم؟ 7 صح؟ بس نتأكد إن هو بادئ من بي زيرو برضو، لأن في بنات الكلوك هتدخل معانا أوسيليتور، فهو هنا ماشي بادئ بزيرو، 1 2 3 4 5، أدي 0 1 2 3 4 5، وهنقف هنا. يعني إحنا هنا كنا لاقيين عند مين؟ ديجيتال 7، يبقى ده هيبقى ديجيتال 8، ديجيتال 9،
ديجيتال 10، ديجيتال 11، ديجيتال 12، ديجيتال 13. قبل ما ننسى نوصل دي كمان عشان تبقى انديكيتور، يبقى موجود على ايه؟ رقم 13 بالار دي، دي 13 اللي هي البيلت ان ليد. لو انت عايز تستخدم بيلت ان ليد يبقى معاك بيلت ان. نيجي كده نحط هنا نسمي ده 5 1. ناخد بالنت الانالوج بالمرة، نقول له ده A0 A1 A2 A3. بس أنا هنا هعمل حركة تانية، هاجي هنا أقول له A0 أو D14 A1 أو D15 A2 أو D16 D3 أو D17 A4 أو D18 أو SCL أو SDA. برضه SDA الناس فاهمة اللي أنا بعمله ولا حد وقع؟ A5 أو D19 أو SCL. شغالها ديجيتال أو أنالوج، أو في نفس الوقت ممكن أشغلها أي سكوير سي لو هو بيدعم أي سكوير سي زي البيانات اللي هي الـ A4 و A5. هنا ده الريست يس. A7 بس، ده ما بيشتغلش غير أنالوج بس. A6 نفس الوضع، تمام. باقي لي إيه تاني؟ الـ AVC والـ A reference دول كلهم، ده جراوند، جراوند. ممكن بقى ده معاوز أحط جراوند، أنا هحذف دول كده، ده وده. أروح جاي أعمل إيه؟ أحصل دول كده ببعض، تمام. نفس اللي عملته ممكن اعمل مع البي سي، نصب دول مع بعض. معلش انا رخم، سمي ده جراوند مرة واحدة. بوزيتيف 5 فولت. تمام، الـ A reference محتاج، ده محتاج 5 فولت، بوزيتيف 5 فولت. أما الـ A reference ده قلنا هنسميه زي ما هو A reference، نجيب له مكثف 100 نانو نطلعه بره كده. هيبقى وصل ده مع ده، الطرف التاني ده وصله بالجرام، تمام. يوصل الطرفين دول مع بعض، الطرفين دول يبقوا جراوند عشان يعملوا ريسيت. الطرف ده يبقى واخد بوزيتيف 5 فولت عشان يبقى ايه؟ باور، تمام. نوصل دول مع بعض، دول مع بعض، دول مع بعض، ده ياخد جراوند. الحاجات دي يا شباب المفروض انتوا يعني هتاخدوا عليها لما تفهموا اللي هو الانترنال كونستراكشن بتاع الاوبريتور نفسه او بتاع اي مايكرو كنترولر. الحاجات دي اساسيه في اي مايكرو كنترولر، كريستالا والكلام ده،
الا لو انتوا مش محتاجين تايمنج مهم هتستخدموا حاجه اسمها برضو في انترنال اوسيليتور جوه الكنترولر اللي انتوا بتستخدموه. تمام، احنا هنا حاطين اكسترنال الصفات اللي حواليه بتبقى 22 بيكو، وكريستالة بتبقى حسب الفريكوانسي اللي انتوا عاوزينه اللي بيدعموا المايك كنترول، فدي مثلا هتبقى 16 بيكو. فانا هقول له موف مثلا اوسيليتور، بقى فين الاوسيليتور؟ الاوسيليتور اهو، الف ده كده هنا، ممكن اجي هنا اعمل نيم الكونكتور ده واقول له سميه او اس سي 1، اقول له سميه اللي تحت ده او اس سي 2، واجي هنا ادي تايم اوسيليتور او كريستال 1 وكريستال 2 زي ما تاخدوهم، اي ترجم باي اتنين. تمام، اقول له هنا او اس سي 1 واللي تحت او اس سي 2، دول لو اتبدلوا مع بعض عادي. تمام، يعني مش هتفرق، او اس سي 1 يبقى متوصل مع او اس سي 2، دي مش دي مش او اس سي دي 0، شوف دي كانت هتعمل لنا ازمه دي او. تمام، مش هتفرق سواء الطرف الكريستاله ده وصل مع ده او توصل مع اللي تحته والعكس، اهم حاجه ان الكريستاله تبقى متوصله على الطرفين دول، تبقى قريبه من الكنترولر بقدر المستطاع. تمام، بان ايه عايزين نوصل بقى ده، ممكن احنا عاملين كليك يمين كده على طول بريك اوت بين. اوكي تمام، خلينا نعمل ايه بقى، بص 5 فولت ممكن نروح نعمل كده اهو، يس ديليت السم دول كلهم ايه جراوند، شيل ده ميزو. ماشي، خلينا نشوف بقى مين كان اسمه ميزو هنا، ميزو 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 اهو ميزو، يعني دي 12 او ميزو، خلينا نعدل دي كده 12 اور ميزو، ودي دي 11 اور موزي، اسمها مضحكة بس لو دي 13 اور اس سي كي. ماشي، يبقى دي 13 اور اس سي كي، دي 12 اور ميزو، باقي ده دي 11 أرموزي، ده عشان أتأكد إن هو واصل أشيل الاسم أشيل الحرف دي كده أحطه تاني كده عشان يتوصل، ريست متوصل يعني، مش سم ريست أهو. ماشي، باقي لنا إيه تاني؟ متأكد من كل حاجة تمام، تمام حطينا المقصف ده، حطينا المقصف ده، حطينا الليتات والمقاومات، وصلنا الجراوندات كلها ببعض، متأكد برضو إن الجراوندات كلها واصلة، جراوند، ري جراوند، ري جراوند، ري جراوند تاني. الريست ده مش توصل لحاجة أصلا، تمام دي إكس والآر إكس، دي بي آر وصلنا الدي بي آر هنا أهو، و
بوست خمسة. ادي غلطة ايه، بوست خمسة فولت. تمام جراوند سبعة، جراوند بس لازم تعمل ريفيو. دي 13 عدلناها، يبقى جينا نعدل 13 اور سي كي. تمام ممكن تيجي تعمل كده موف. ممكن نيجي نسمي دي 13، عشان لما نيجي نرص للدات اللي اوت تبقى عارفين دي نوصلها على ايه. دي 13 ممكن نحط لها فاليو. شوف بقى انت عايز تلتزم باللي هو عامله هنا، يريحك ان احط مثلا هنا مقامات 1 كيلو، هنا برضه حط مقامات 1 كيلو. انا شايف 1 كيلو دي كبيرة، وممكن يكون حاططها كده لأنه حاطط هنا برضه 1 كيلو. أعتقد إن هو هنا في التصميم اللي كان عامل التصميم حاطط كله إيه؟ مقاومة واحدة للحب كده، ولما يجي يوصل بقى في اللي أوت يبقى إيه؟ يحط قيم زي ما هو عايز. فإحنا هنلتزم بإيه؟ القيم اللي هي تبقى كالكوليتد، يعني القيم المحسوبة. مثلا الليد مع 5 فولت تحط له مقاومة 220، 22 أوم، بحيث ما تسحبش تيار كبير وفي نفس الوقت ما تحرقش الليد. نفس الكلام هنا 220، هنا نفس الوضع 22. حط الكريستال دي، خلصت 16 ميجا. دي 220 برضو عشان 5 فولت. ممكن نقول له دي نيم بقى، غير نيم بتاعها نلاقي دي 5 فولت مثلا. السويتش ده ممكن نخليه اون اوف. الجمبر ده ممكن نسويه ده مع بعض، ده يبقى ظاهر بنفس الاسم. ماشي، ممكن نغلي دي بدل ما هي 3 تبقى فيري او في ار. خلاص مش جنريتور يعني، ده مش هيبقى نازل لك باسم. ممكن تسميه بدل ما هو 1 تقول له مثلا خليه ميجا 28. ماشي، دول تلتزم بيهم 1 كيلو زي ما هما كده، ان دول الحاجة الوحيدة اللي ممكن، يعني الحاجة الوحيدة اللي تبقى موجودة ستاندرد مع ال F2 3-2 بقى. القومة دي 10 كيلو. انا عايز اغير الفاليو. برضه انت مصمم؟ طب ما عايز اغير البالي. 10 كيلو. تمام، ننزل بقى ايه البن هيدر. البن هيدر ده اللي هيحدد ابعاد البورد، فده لازم واخد بالك منه كويس اوي اوي اوي. يعني احنا جينا كده قلنا بن هيدر، هتنزل كام بالنايه انت ومزاجك. ممكن واحد يقول لك انا هنزل بين هيدر شريط كامل واوصل بالنات الديجيتال كلها مع بعض، واحد يقول لك هنزل شريط 5 اوصل 5 بنات ل5 بنات. فانتوا مثلا عايزين تعملوا ايه؟ عايزين نعملها ايه؟ خلاها ايه؟ الانالوج لوحده، الديجيتال لوحده، والسيجنال لوحده كده ماشي، يعني. الانالوج الثمانيه اهو، ادي الثمانية بتوع الانالوج اخليهم فوق كده. الديجيتال مشكلة الديجيتال ان هو برضو ممكن تاخد الانالوج معاك مع الديجيتال، فاهمني؟ يعني ناخد الديجيتال بس لوحده كديجيتال من دي زيرو لدي لكام؟ من دي زيرو لدي 13، انا 14 بالنا، ولا نقسمهم برضو
نقسمهم اللي انتوا عاوزين. كلهم ماشي، ممكن نخليهم كلهم ونيجي جنبهم نكتب الفانكشن بتاع كل واحد، يعني في الاوتبوت في اللاي اوت هنكتب جنب كل واحد، بس الشريط ده نخلي حجم البوردة كبير. بقينا ايه تاني؟ كده يعتبر خدنا البنات كلها. ماشي، خلينا نكتب، هنكتب عليهم بقى في اللي اوت، يعني كده ننزلهم كلهم، بس في اللي اوت هنكتب جنب كل بنايه ان دي خاصه ممكن تبقى تشتغل ككوميونيكيشن او كبلس ويتس او وهكذا زي ما احنا عاوزين بقى. احنا خلينا نيجي نرتب الدور كده. ناخد أول حاجة، أول دي نقول له دي زيرو أو دي إكس، لا يبقى دي زيرو أو آر إكس، طالما ما ادانيش إن هو ممكن يكتب حاجة آر إكس دي واحد أو دي إكس دي اتنين دي ثلاثة دي أربعة دي خمسة دي ستة دي سبعة دي ثمانية دي تسعة دي عشرة أو موزي، لا يبقى دي 10 زي ما هي، يبقى ده 16 هي دي 11 أو موزي، دي 12 أو ميزو، دي 13 أو اس سي كي. فهنا هنا بقى ايه الانالوج اي زيرو، لا كان ليه كذا فانكشن اي زيرو او دي 14 دي 7 اي واحد او دي 3 دي 15 اي 2 او دي 16 اي 3 أو دي 17 17 17 اللي هنا دي كانت A4 أو دي 18، لا كان في بقى هنا كان SDA أو SDA A5 أو دي 19 أو S دي 19 مش عارف ايه أو SCL هو طلب ان انا اعمل كونكت 19 اس ال، شوف اللي هو اي 6 نظرة على الصوت ده انا قاعد تقريبا قاعد في الشارع. وده ايه 7 تمام، انا اللي بقى خلاص مش محتاجين حاجة كده.
عايزين نسمي ده كده، نغير الفاليو بتاعته نخليها اس بي اي. فهمت النيم بتاعه، بس احط دوت كده عشان ما ينفعش اعمل ديليت للنيم خالص، مش عايز يبقى صح. تاني حاجة تانية محتاجة تتعدل قبل ما اروح للاي اوت، شباب حد شايف حاجة محتاجة تتعدل قبل ما اروح للاي اوت؟ ايه ستة اهو، ايه ستة وايه سبعة اهو. تمام يا شباب، الناس كلها طيب معايا ولا في حد وقع من هنا ولا حد مش فاهم حاجة؟ طيب حد مش فاهم حاجة؟ اي سي على الاي سي اهو، اي 6 واي 7. تمام طيب، خلينا نروح للاي اوت. يس، الحاجات اللي طالعه دي هنقلها كلها في لاير واحده دلوقتي، لان احنا زي ما اتفقنا البورده دي هتتعمل يدوي. هنيجي هنا الاول نعمل ايه؟ فيو الجريد، خلي بالملي، خلي 25 من 1000 عشان يديني finest value. بحب بتصرف تصرفات غريبة. أنا بس هوصل الشاحن. اجي اعمل edit design rules clearance، خليها انا احط هنا clearance 3 من 10 او 2 من... خليها 3 من 10 لسبب، بين الوايرز بين البدات والبدات خليها ايه 3 من 10 عشان المسافة بين رجول الكنترولر ممكن تبقى اصغر، او 2 من 10 مللي كمان، 2 من 10 mm دي بين البدات وبين البدائل. تمام يعني بين البادة وبين البادة 2 من 10 مللي، بين البادة وبين الواير ممكن اكبر شوية، خليها خليها برضو 2 من 10 لان هيبقى في بدات طالعة من الايه، في وايرز هتبقى طالعة من البدائل. تمام، اما بين الواير والواير ممكن نقول له خليها لي 2 من 10 مللي او 3 من 10 mm، لان انا الافتاج دي هتبقى طالعه من الكنترولر، ممكن بعد كده اكبر براحتي لما اطلع بره. بين البادا والبايا خلينا برضو ايه 2 من 10 لان دي اس ام دي، مش عارف الكيبورد مالها، الكيبورد بتاع اللاب بتصرف حاجات غريبة يعني، عمال اضغط مش بتستقبل. ماشي 2 من 10 امام البد والبايا، عشان بس اللي بيحدد لي الموضوع حاليا في البورده اللي انا فيها دي كنترولر بتاعي، لان كنترولر اس ام دي واقل مسافه بين التراكات هي بين البدات 2 من 10 مللي،
أو 27 من 100 ملي. نحط هنا الساندرك بقى. طيب لو الميتنج فصل اعرفوا ان انا كسرت اللاش. اجي على السايس خليه منهم 3 من 10. مينيمم دريل مينيمم دريل ده خليه 7 من 10، 3 من 10 برضه عشان الفايز، عشان ما يعديليش الفايز على 7 من 10. البلايند والمايكرو مش محتاجينهم في حاجة. بقول له ابلاي على كده، اقول له اوكي. بص اول حاجة اعملها لي ايه؟ اعمل مشاكل في الاي سي ده عشان هو ده ما فيهوش مشكلة. الاي سي ده انا قلت لكم رجوله ضيقة جدا، هنضطر نرجع تاني نعدل نخليه 2 من 10. يعني اجي على ايديت ديزاين رولز كليرنس بين البدات وبعضها 3 من 10، البدات وبعضها 3 من 10، 2 من 10. وانا راح لك فين تاني اكتر من كده؟ انا 15 من 100 مش بين البدات وبين الباي بقى، بين البدات وبين البدات 16 من 100. clearance parameters same signal are large represents use of different signals. ماشي خليه دي 15. تمام انا عدلت دول كده بين الباد وبين الباد خليته 15 من 100 عشان الاي سي اللي هو الاف 232 ده المسافات بتاعته، المسافة بين الركود صغيرة جدا. تمام بالنسبة للديفرنت سيجنال او السيم سيجنال قلتهم خليتهم ايه 15 من 100 مللي، واقول له اوكي. نبدأ بقى ايه، نقول له ابعاد البوردة بتاعتنا، شيل ال 160 ده، نقول له مثلا عايزينه كام، مش هنحدد من هنا بقى، نروح على دي نقول له 100. ال 160 دي نخليها مثلا 60 بس، دي 60 بس. تمام ودي نخليها بدل ما هي 100 نخليها مثلا 60 برضه، 60 ونشوف هنعرف نرص المكونات. ما اعتقدش ممكن نعرف نرصها. طب خلينا ننقل المكونات الاس ام دي كلها الاول للاير اللي تحت، نجي على امر ميرور واقول له غيرهم لي، خليهم ايه اللاير اللي تحت، اللي تحت. تمام ممكن كنت بدل ما اقعد اعمل مكون مكون كده، كنت اروح جاي هاجي هنا واخفي كله واظهر التوب بس، واعمل لهم سيلكت اول واعمل لهم ميرور. تمام بس انا ايه يعني برضو ما عنديش مشكله عشان ما احنا هنعملها لير واحده، من عشان كده خليتها ايه بوتوم لير كله. تمام هنيجي بقى نعمل الفونت ده رقم مستفز 50 50 5 سم عرض. والله يا جماعة أنا عمال بعمل ديليت الصبح، بس هو اللي مجهد شوية تقريبا تقل، أتأكد إن هو 50
ماشي. طيب وطول البوردة 60 كويس. خلينا نعمل أول حاجة بقى، ناخد مين؟ كونكتور يو اس بي. نخليه عند 25. نخليه عند 9. ده شكل ال USB. ممكن نخليه مثلا شوف 8 شكله ايه. لا هيبقى بره سيكا، خلينا في 9 أو 8.5. تمام، 8.5 مظبوط بالظبط. بعد كده في ايه؟ الكونكتور ده، الاي سي ده ممكن نحطه كده، ممكن تخلوه كده برضو ايه زي ما تحب. بعد كده الكنترولر، هنبدأ هنقعد نلف كنترولر ده لحد ما نظبطه زي ما احنا عاوزين. برضو باور، نعدل ده كلام بأربعة مثلا، كام؟ 11. تحت 10. ده شغل عم نزعل. تمام، سويتش 6 طرف. باقي ايه؟ ريجليتر بعد السويتش. كريستالة جنب الكنترولر. مكسفات جنب الكريستالة. بس تاني جنب الكريستالة. بقى تاني في المكثف اللي بقى عند ال ايرفنس. ماشي، في مكثف تاني بتاع ده مين؟ 3 و3. ماشي، ممكن نخليه كده. كده عندنا جراوند هنا اصلا. ايه ده؟ الكونكتور ده ممكن مش عارف مش عارف انا نحط الكونكتور ده في لير واحدة بس. لير واحدة دي صعبة، مش عارف انا عارف نجيبها لير واحدة ولا لا. طب بس المشكلة في شوية جايين يمين وشوية جايين شمال.
شريف ليس يا عم رجوع كده. مش هيعمل أي اندهاش عادي يعني، حتى لو قلت له ميرور تلاقيه واو يعني ظبط شوية. جيب الانالوج ده هنا، دي بقى تروح هنا كده، ننقل دول كده، تمام نظبط بقى ده. احنا هنحاول معاها محاولات بقى ان احنا نجيبها سنجل لاير، ما جتش سنجل لاير هنعملها دبل لاير، ونحاول نظبطها دبل لاير بقى ان هم يبقوا الاثنين قصاد بعض بالظبط، وما بقاش في فايز كتير يعني، او لو كان في فايز برضو هتبقى عرفتوا ازاي بتعملوا فايز يدوي. بس هي عامة الفايز اليدوي دي بتتعمل بسلك، يعني بنعمل الثقب اللي بنعمله ده احنا جايين حاطين سلك رفيع فيه بين الدبل لاير، ونلحم من تحت ونلحم من فوق ونقص زيادة، ما تبقى زي الفايل اللي انتوا بتشوفوها في الدوائر اللي انا كنت وريتها لكم، كام باقي اللي الدبة او الكلام ده كله. دي ار واحد ممكن تحطها كده هنا، لان دي اصلا اس ام دي، فهتبقى في لاير غير اللاير اللي بتركب فيها ايه سويتش. ار اتنين دي بقى مع مين؟ 5 فولت دي 13، دي 13 هنا، دي 13. ماشي باقي تاني، باقي دي 5 فولت دي تيجي هنا جنب الريجليتر، المقاومة بتاعتها طبعا. دي تاني برضو عيد تاني، دي هتبقى في لاير غير اللاير اللي فيها الليد، عشان الناس هتبقى شايفة الاتنين فوق بعض. اللي دي خاصة بالار اكس، ماشي نشوف بقى في هنا ار اكس المفروض، مش خلينا بس نجيبها هنا دلوقتي، نجيب دي برضو هنا دلوقتي، ننقل لي كويس دي كده هنا، ده هنا
ايه برضو ولا هنا كده ماشي تي اكس بدل ار اكس ممكن اروح دول كده مع بعض السنتر بتاعهم مع بعض دول مع بعض دول كده مع بعض غير النيمز خلي السنتر مع بعض تمام باقي المكثفين دول بتوع ايه بقى ال A reference يبقى جنب ال ground ال A reference وادي ال ground ماشي جبت كده نضغط على ده عشان نقلل ال wires ننقل ليك ده دي طالعة منين من ال بالنا دي ماشي اللي كده نجيب التانية جنبها احنا طبعا لو هنعمل دبل لاير الموضوع هيبقى اقل من كده بكتير يعني البوردة هتبقى صغيرة جدا هتبقى نص دي كمان او تلتها دي خاصة بايه كده زوم ريسيت والدي تي ار يبقى تيجي هنا كده جنب الريسيت اهو تمارس نست عايزين بقى نبدأ نعمل ايه؟ راوتنج بقى احنا ونصيب عرفنا نعمل لها راوت كان يعني ما عرفناش نعمل لها راوت بتاخدها تاسك وتعملها دبل لاير احنا مش هتنفع سنجل مش انا بقول من دلوقتي بالنسبه كبيره مش هتنفع سنجل لاير لان فيها مكونات كتير بس لو كبرنا البورد هتبقى يعني ناخد ده كده الاول حط 5 بورد ده ground ايه ده ثواني ده انا شغال بتراكات 3 من 10 يعني قمة العظمة الحاجات دي الشفة معانا في الدوت يور سيلف يعني ما تقعد هنا مرة كنترول زد ماشي
حد عايز يسأل على حاجة واحنا بنعمل راوتنج كده؟ احنا نعمل بلوك من جراوند. عرفنا ليه؟ يلا ريب اب. الأربعة من عشرة. هذا الدريل ماتش. ما أقول اترك مال. نفس مرة دي 35 مللي. المشكلة احنا حاطين له كليرنس اصلا، اللي هو مش هنخليه يعرف يتحرك. انت كان كام؟ مش انا محتاج 5 فوت. لا لا تقدر، عايز يروح يكس. سامعني كده؟ الشرفة صفحة. ما اعرفش الشرفة صار لوحده كده.
النت تقريبا. انتوا كده شايفين السكرين صح؟ طيب كده ده هيبقى جمبر من فوق. الجمبر ده يا شباب لو احنا هنشتغل سنجل لير هيبقى عبارة عن سلك، تمام؟ بس شايف الناس يعني في مقاومة صفرية. مقاومة زيرو اوم، بس المشكلة المقاومة زيرو الاوم دي عشان تحطها ترجع تاني تشوف المسار ده كان فين بين الدي تي ار مثلا وبين البنة بتاعته، تروح جاي حاطط مقاومة صفرية في الاسكيماتيك، فاهمني؟ لو انت عايز تحط مقاومة اس ام دي زيرو اوم يعني. جمبر يعني او بريدج، يعني حاجه يعني البريدج ده حاجه زي كوبري كده، انا عشان اعدي السيجنال من هنا لهنا بوصل بينها بسلك من اللير الثانيه اللي هي فوق اللي هي ما فيهاش نحاس اصلا، فبحط انا سلك كأن هو النحاس اللي موجود فوق، بس هو ما فيش نحاس فوق، تمام؟ كلا في حاجات الواحد بيجي يوصلها بيبقى متردد اصلا ان هو يوصلها عشان انت ما معكش غير لير واحده. دي اتنين كمان دي زيرو يبقى عندي كده مش هتنفع سنجل لاير حالا. انا كده هعذب نفسي ومش هوصل لحل في النهاية. ايه رأيكم نكمل دبل لاير؟ الناس اللي موجودة شباب، تمام؟ يعني اعمل سيلكت اقول له اعمل ريب اب واعمل راوتنج تاني قابلة للتنفيذ. قصدك نعمل دبل لير قابلة للتنفيذ يعني؟ ماشي يا عم، نعمل دبل لير قابلة للتنفيذ ان شاء الله. ما اكيد يعني مش هنعملها نرميها. انا هنوصل بس كده من بره مش هنفضل جنب بعض على طول. هي يا عم حازم دبل لاير القابلة للتنفيذ.
انا عملت ايه في حياتي؟ انا عملت ايه في حياتي؟ عدي يا عم، تخيل. عليك يعني الراوتينج اللي ده 3/10، مع إني أشك إن 3/10 ده يظبط معانا في القطاع. ثلاثة من عشرة مللي ده هيبقى كويس معانا جدا في في الراوتينج، ولو هنصنع بره، بس في الطباعة ممكن تلاقي تراكات طالعة مش موجودة أصلا. ماشي، هناخد ده خلصنا من اليو اس بي. يا عمر سامعني؟ عمر طلع ولا ايه؟ عمر يا صبحي، مش موجود صح؟ قول لي ان انت مش موجود. ماشي يا جماعة، الراجل معذور بقى أول الدفعة وكده، هو قاعد بيذاكر. العرب في الديزاين هو اول الدفعه، ده مسيطر في كل حاجه. ربنا يزيدكم انتوا الاثنين يعني. عمر يا سوكي، اخر نداء لطيارة الدوحه.
ثمانية اه ثمانية، ومنهم منهم اكونت انا، ومنهم انا باتنين، يعني احنا ستة، وفي كمان اكونت اتريبيول اي بيسجل، يعني احنا كام؟ خمسة. في كمان واحد اي تريبل اي، يعني اللي حاضر فعليا اربعة، وعمر قافل، يعني في ثلاثة حاضرين دلوقتي. ما انا مش عارف والله، الدكاترة تقريبا استغلوا ان الميد تيرم متأجل لبعد رمضان، قال لك بس بنطلع اللي ايه، كويزات بقى والريبورتات واي حاجة كانت في نفسنا كنا عايزين نعملها نطلعها. انا قلت السيشن امبارح ما لقيت ناس كتير، قال لك مش هنعرف نحضر، مش كمان بقى حازم، احنا خلاص احنا قلنا نشتغل بالليل. ايه ده؟ يعني انت مش البناء اصلا اللي انا عايز اوصله. ما الدكاترة وراها حاجة غير الطلبة؟ يلا رحم ربنا فين؟ رحم ربنا فين؟ UTX لو كده فعلا انت جرب والله ابن الله حصلين فعلا. ربنا يكرمهم زي ما كرم السلام.
حتى الآن يعني بفترض يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني إن إحنا ممكن نعرف نعملها دي، مش يا حازم؟ ممكن، مش أكيد. ممكن نعملها يدوي. إن شاء الله. يا ده هيتعمل الليرز الاثنين هيتعملوا مع بعض في نفس الوقت، ويتحمضوا مع بعض ويكونوا مع بعض وكل حاجة، بس لازم الاثنين يبقوا متظبطين مع بعض من قبل أي مرحلة، سواء في الحمض أو في الطباعة أو في المكوى أو أي حاجة. يعني الدبل لاير، بدل ما انت بتعمل كل لاير لوحدها، هنا هتعمل الاثنين مع بعض في نفس الوقت. يعني تطبع ورقتين، ورقة وش ورقة ظهر، تحطهم قصاد بعض وتظبطيهم، بس كل الفتحات تبقى قصاد بعضها، او البلدات قصاد بعضها بالظبط. انت اللي هتلاحم المايكرو كنترولر، تعالى لحم. انا كنت بلحم في البوردر 25 60، طلع عيني والله. كنترولر 100 بن. هذا الحق، العدة اللي شاريها. ماشي يا عم، تعالى تعالى الحمو. هتلحمه بإيه طيب؟ عايزين نلحمه بمكوة لحام عادية خالص عشان نعلم الناس اللي حاجة. يقول لك ربنا معاكم. هوت إير؟ لا، مش هنلحم بهوت إير، مش كل الناس معاها هوت إير يا عم.
طيب ما انت هتلحن كوي يعني، ماشي يعني مفيش مشكلة. هو الراجل شغالكو بقى اهو، هعرفك تلحم ازاي. ماشي بقى، هات فرن معاك وانت جاي. ماشي، هذا الميكرويف، ولو الكومبوننت ساحت اقول لك هذه الميكرويف هات الكومبوننت الدجاج كده. خلصنا الجزء ده، بقينا بقى ايه جراوند. الهوت اير؟ لا الهوت اير ده حاجة زي السشوار كده فعلا، بس هو بيبقى وبيطلع هواء سخن برضه، بس مش زي السشوار. لا خالص، البرودة دي لو نعمل يدوي انا قاعد واحد بس يلحم الفايز اللي يخرم ويثبت الفايز اللي هتتعمل يدوي، وواحد يظبط البروتين قصاد بعض. وواحد يجهز لهم فطار. مشكلة الكيبورد عندي مش بتستقبل أي كاركتر، مش عارف فيه والله. بالظبط، هذا الناس تكون فايق. ما ينفعش يا باشمهندس تشغلها جروبات، يعني كل اتنين مثلا ياخدوها وواحد مثلا يعمل سكيماتيك والتاني ديزاين وكده. بمعنى هو الفكرة إن أنا مثلا أخلص البوردة دي وننزل نعملها في الورش، فاهمني؟ ايه ده، انا ما كنتش فاهم حاطط إيه؟ الجزء ده. احنا دي اللي هنعملها، دي اللي هنعملها يدوي. مفروض. ما أنا بقول لك إحنا بنحاول نعملها ليا لوحدي عشان كده. بس هي كده مش هتنفع ليا لوحدي، عشان كده بقى قلبنا إيه؟ دبل لاير. سمين بقى المفروض هيعملوها دبل لاير يعني إن شاء الله. لا والله اصل مشوار كبير عليا، بس شوفوا ان شاء الله هاجي يعني. إن شاء الله بإذن الله. طب هتبقى انهي يوم؟ لسه هنحدد بس يوم بعد ما نخلص الكامب اللي احنا شغالين فيه الفترة دي، ونحدد يوم ننزل فيه.
تبقى يعني مش عارف لسه نخليه في رمضان ولا نخليه بعد رمضان، بس المشكلة لو بقى بعد رمضان هيبقى بعيد أوي، الناس هيبقى عندها امتحانات ومش هنعرف كل نجمع الناس الناس أصلا تاني. امتحانات، وغير كده يعني اللي هو موضوع هيكون السفر، هيكون لسه في موضوع السفر والميد ترم بالنسبه لنا احنا يعني. بس يعني لو اه هيبقى في يوم، فيا ريت مثلا يكون يوم اربع او خميس، عشان دول انا ايام شبه فاضي فيهم يعني. تمام، يعني انت هتعرف تيجي في رمضان عادي؟ يعني لو هحاول بقدر الامكان، بس هيكون بشرط يوم يكون يوم اربع او خميس. ماشي مفيش مشكلة، يعني لو على اليوم اليوم مقدور عليا يعني. لو كده يعني هحاول بقدر الامكان، واحتمال كبير اه. ان شاء الله باذن الله. عمر لسه قافل، لسه مش موجود يعني. شايفك اللي هتقول لي التركات عماله تزق بعضها هي وبتعلق لنا عليها، ارجع اعدلها دلوقتي، ارجع اعدلها عشان الناس اللي هتتفرج على الفيديو يقول لك اهو بص سايب التراك عامل ازاي، يقعد يقول لنا بس ايه التركات مش مظبوطه. اهو عدلت التراك بقى، هزعل نفسي، عدل كمان. نوسع على نفسنا كمان.
ده A1 و A0 هما الباقيين. ماشي، ممكن نمشي بيهم كده اهو. هلا هو ده في ايه؟ سبعة كمان، في سبعة لسه متوصلش. ده ولا ايه؟ ستة كمان ما تحصلش. انا بتعمد اعمل الفايس بره عشان لو هنعمل الكوردة يده وما بقاش فيه فايا توصلها تحت مكون الكترون مش هنعرف نعملها لو يد، لان برضو لسه يعني ثابت على كلام مش عارف هنعرف نعمل الكوردة دي يده. التركات رفيعة قوي، الطباعة ما بتجيبش التركات رفيعة قوي. خايف من التراكات، انا خايف من البورد. عارف انا لما بقى هبعت دوري تصنع بره ما ببقاش شايل همها. سؤال بقى يا باشمهندس، هم سؤال بقى، هو دلوقتي احنا عملنا هو الاردوينو نانو صح؟ ايه؟ الاردوينو نانو اه نانو ماشي، هو دلوقتي بالنسبه اللي احنا عملناه ده وتكلفته، وتكلفته بشكل عام ده هيكون ارخص ولا اغلى؟ ولو ارخص هيكون ارخص بقد ايه يعني؟ من ناحية من ناحيه البادجت بشكل عام، يعني انا دلوقتي صنعت وعملت الحاجه و... وتراكات وديزاين وشيت لو الكومبوننتس انت هتعمل حاجة كاستم خاصة برايس بيك في انت، الاخر. انا بقول لك انت دلوقتي بتعمل حاجة خاصة بيك انت، يعني انت هتعمل لها كاستمايزيشن على حسب ما انت عاوز، فاهمني؟ انما لو انت هتعملها زي الاردوينو النانو بالظبط يبقى ملهاش لازمة. انت هنا ممكن تستخدمها كاي في ار، فاهمني؟ ممكن تحط روزيتات، ممكن تعدل بقى تحط تضيف اي حاجة تانية انت عاوزها هنا، فاهم قصدي؟ تمام. ممكن تصغر الحجم، الكلام ده لو هتصنع بره يعني الحجم ده كبير،
الحجم ده كده كخمسة كبرودة خمسة ستة كبيرة، بس احنا عشان زي ما بقولك مجبرين ان احنا هنعملها يدوي. طب ما لو كان ممكن تبقى كبيرة، بس انا مكنتش حاضر في البداية، كنا عملنا اللي هو الاونو ميجا، الايه اللي هو الاردوينو ميجا. ماشي، ما الاردوينو ميجا ده اللي معمول اللي انا عامله زي جيف اوي كده. انا قلت البورده اللي هي البورده الميجا دي محدش هياخدها الا لما يعمل التاسك بتاعها، اللي ينفذها وكان ملتزم في السيشنات كلها ولا ياخدها. احنا ملتزمين اهو، انا احب بس ايه يعني اقول انا ملتزم اهو، ماشي وانا موجود قبل حازم ما يكون موجود، انا برضه احب انبه يعني. حازم. يا عم حازم غلبان. صح يا حازم، وعمر السكر غلبان خد انا بالك. احب انوه، بس احب انوه يعني. أنا شفت بقول لك أه والله غلبان. باقي تراكين هيلفون الكرة الأرضية، كانت تراكين معلش يا عم حازم، انا عارف ان احنا جايين عليك، جايين عليك بخسارة. واحب انوه برضو ان عمر السبكي ما حضرش، فده ان ده لكن ده لو ايه ضيع سيشن هو كده بره المسابقه، ده الامر السكي ايه؟ ما حضرش السيشن دي، ده معناه ان هو خلاص كده ما حضرش السيشن، مش خلاص عشان محسوب عليه. عشان عندنا لهم مسابقة في الكلية، في مسابقة لهم فولور. هشدهولك النهارده، اقول له خلاص كده طلعناك ما انتش مؤهل خالص ان انت تبقى معانا في السوق. تدي 12 وتوصل توصل توصل بعيدا ولا ما وصلتش.
آخر تراك ماشي. أنا أشوف شوية الحلويات اللي هنا دلوقتي. الحمد لله على نعمة الصبر. اه والله دي برضه صغيرة والله يا جماعة، دي برضه صغيرة يعني. الحاجات اللي من الحاجات اللي الواحد ما بيزهقش منها البي سي بي فعلا، لذلك الواحد بقى صبور كده وهو شغال. ربنا موسعها علينا، نيجي نضايقها على نفسنا ليه؟ خلصنا الفرح اللي كان هنا. خلاص بقى كده
تراك، بس تراك فين؟ حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. جراوند مش مشكلة، ده ريسيت ريسيت ريسيت. اه ممكن اطلع بنا ايه ده يا حازم؟ بصراحة حقك، ما انت مش ماسك ماوس وبتراود دلوقتي، هطلب منك تاسك يطلع من عينك بس. الريست وصل ل 5 جراوند، ماشي. دي بعد ما ايه عظمة يا إيه ايه، خلص خلص بيترك اهو، بيترك اهو 5 فولت. اضحك اضحك اضحك. ايه
كده نقدر نعمل change width 5 من 10، غير بقى ايه التركات بتاعت الباور. ماشي هظبطها، مش عارف ده مش ايه بقى ليه ايه ايه طب خليك ارقام الفكرة كانت فوق بعض هنا ازاي؟ تصغر ايه؟ شوف التراكات بتصغر، ده احنا بكبر التراكات تاني دلوقتي، بزود سمك التراكات بدل ما هي كانت 3 من 10 وخلاها 35 من 2.
فضلنا نكبروها شكرا ليك يا باشمهندس سمي ان انت موجوده لحد دلوقتي وريكورد الميتنج، يعني لولا ان الباشمهندسه موجوده ما كانش الميتنج اللي فات ولا الميتنج ده ولا اي ميتنج تاني كان ده متسجل. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. هما مضغوطين أصلا ومسؤولين غيرنا، يعني إحنا مسؤولين برضو، بس تحلى عن سحلة. أنت واحد مسحول وتتخرج كمان 3 شهور، غير واحد مسحول ولسه مثلا باقي لك سنة كمان. الموضوع يختلف، نظهر بقى اختي الخطوم ونظهر التوب. خزان أحسن، وده واحد بائس كمان. والله يا ربنا معاكم كلكم ومعانا احنا كمان. انتوا السهلة بتاعتكم تقريبا في ايه بالظبط؟ عندكم كابستون ولا حاجة ولا ايه؟ عندكم كابستون؟ ولا الامتحانات؟
امتحانات. الكابستون ده المفروض ان انت يعني في كليات معينه بقى عندهم كل سمستر كده، بعد كل سمستر او بعد كل ترم لازم يبقى في كابستون، غير زي مشروع في غير اللي بقى في اخر السنه كمان، غير اللي بقى في اخر سنه بالنسبه لك اللي هو مشروع التخرج، اللي هو لو ما عملتوش ما بتتخرجش. زي عندنا يعني عندنا كده على حسب مزاج الدكتور. الدكتور بيبقى داخل كده صباح الخير عندكم مشروع، بس لو سابوك في حالك يتحرق. هي المشاريع حلوة، المشاريع بتخليك تدور بره تتعلم، بس انت بيتحرق دمك لما ياخدوا منك المشروع في النهاية، بياخدوا المشروع تروح تلاقي المشاريع مرمية جايبين كرتونة مثلا ولا حاجة كده، ولمين المشاريع كلها رميينها على بعضها. اه والله نجيب على الواتس كده. شفت هما بيلموا المشاريع ولا شفت المشاريع اللي ملمومة؟ تفرق غير لما يكون ليك مشروع فيهم كمان. اه والله يلا الحمد لله ربنا يتوب علينا. اخر سنة الواحد السنة دي اي دكتور بيطلب اي حاجة من عينيا يا دكتور، انت بس قول لي امرني انت عاوز ايه وانا عاوز. لو عايز تنور للدايه براسبري باي اجيب لك راسبري باي، انا انور لك جيل للدايه وادي لك الراسبري باي عادي مش مشكله، بس خرجني. كله للتخرج، أي حاجة في مقابل في سبيل التخرج، خلاص الواحد جاب آخره من الكلية، جاب آخره من التعليم كله بسبب اللي شافه. يعني الماستر عندكم والله العظيم انا لسه بفكر الماستر، مش عارف بفكر اسافر ما في مصر برضه، مش جاي راجع اقول لك في مصر برضه دي مش بفكر اسافر كندا، كندا او امريكا، بس لسه مفيش نو ماني، السفر محتاج فلوس حاليا وانا واحد بشطب، فلسه مش عارف بقى ربنا ييسر. اه اليابان جميلة، كوكب اليابان، كوكب اليابان الشقيق. وانا عيني ضيقة ما بتنمرش، انا هيوقف عليا على طول. يلا ده الناس اللي هتتفرج على الفيديو ده هيشتمونا في سرهم، يلا بدعوا لنا يا جدعان ما تشتموش. حبس ما بتنمرش والله، انا عارف انا ازاي
تمام كده الحمد لله، خلصنا البرد. ممكن بقى ايه لو احنا كده دكتور عامل بنينة بطاطس محمرة ولا لا؟ مش هديك مش موجودين. انا والله كنت مع مشكلة ألمانيا مش عارف يعني، انا كنت جيت فترة كنت في دماغي ألمانيا، بس برضو جيت لما لقيت ناس كتير برضو بدأت يعني ألمانيا دلوقتي لمت ناس كتير، فدي المشكلة. الواحد عايز يبقى مختلف كده. هجيلك ماشي يا عم، هجيلك وقت لي منحك قبل انا موافق. حبيبي زي فكرتني مرة كنت بشرح محاضرة في الكلية في مادة عندنا الناس مش فاهمين حاجة، فواحد قال لي ايه جالي بعد المحاضرة يعني كده بيقول لي يا عم انت لما انت مجتهد قوي كده وتبقى قول لي وانا هبقى ابعت لك بتاع ده، هبعت لك حد كونتاكت لحد يعني كلمه ويشغلك وكده. قلت له يا عم طب ما تخليه يعني خده ليك انت وخليه يشغلك. راح عند بوراك؟ لا يا مش عايز اروح عند بوراك يا عم، ما بحبش تركيا. هي تركيا فيها معالم كتير حلوة بس يعني أنا مش عارف مفيش قبول كده ناحية تركيا، مش عارف ليه. تاخد منحة؟ عاش. بس انا مستغرب ازاي ما عندكوش كام كل ترم وكل سمستر. أول دفعة بكالوريوس إيه ده يعني؟ إيه جاست أصلا ما بقاش فيها بكالوريوس؟ تصدق أنا أول مرة أعرف، ولا بقى فيها بس نظام كريدت؟ عندنا دكاترة عندكم دكتور أسامة الشاذلي واخد دكتوراه برضه من إيجاست. ايوه كويس. هو احنا البكالوريوس بتاعنا مش لسه بادئ، بقالوش فتره. هو كل ما كان موجود ماجستير ودكتوراه بس. أنا بقول لك احنا عندنا دكتور أسامة الشاذلي واخد دكتوراه من إيجاست. في برضه في معيدين كتير عندنا يعني برضه برضه شيء يعني موجودين في الكلية وموجودين في إيجاست برضه. ايوه، هي الفكره من ناحيه البكالوريوس والدكتوراه ده صراحه، لكن البكالوريوس لسه بيسخنوا فينا يعني. الله يعينك. قول له مين ايجاست دي؟ الجامعة اليابانية. بيدرس لهم شوية يابانيين.
فكرتني يا مصطفى لما يعني دي كل مشكلتك لو بتتفرج على الانمي من غير ترجمه، تلاقي ما بتتفرجش على انمي مثلا زي حالاتي كده. ما لما نتيجة الترشيح طلعت وقلت بس، اما جيت اما نتيجة الثانوية لما طلعت وجيت اختار الرغبات، حطيت هندسة ملوك اول رغبة. كنت رايح بكتب الرغبات في المكان ساعتها، والراجل المصمم اللي هو عايز احط هندسة شيبين اول واحدة، قلت له يا عم هتجيلي، انا مش عاوز، انا عايز اخش هندسة الكترونية، انا حابب مجال الالكترونية. دخلت الكلية أنا متوقع بقى إيه، أخش بقى لا اختراعات بقى وناس بتطير والكلام اللي هو إيه خيال علمي ده. دخلت ما لقيتش أي حاجة، ولا حتى بينوروا للداد جو، لقيت أقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، قلت لك هتنور للداية بس لسه مش دلوقتي، هتبقى في فرقة تالتة ولا رابعة، هنور للداية في فرقة رابعة. أه والله خلينا دكتور النهاردة، بقول لك عايز سنجل فيز انفرت يا عم، صلى على النبي. بس سنجل فيز انفرتر، انت شرحت لناش حاجه في السنجل فيز انفرتر، وانتوا بقى هتسيرشوا وتجتهدوا تعملوه. ماشي يا دكتور، تمام يا باشا، شكرا. حلو حلو، معمل اللوجيك حلو ده اهم ماده، ماده اللوجيك دي مش عارف ازاي يعني والله من المواد المهمه جدا، مش المفروض بيديها لكم دكتور زياد الصغير؟ مين الدكتور يعني ولا؟ اسمه الدكتور زياد الصغير من الصعيد هو تقريبا، بس حاجة يا مصطفى بقى ايه الدماغ. لا لا عندكم انتوا ايه، عندنا هنا في الكلية هي بتقول ما دخلهمش معمل اللوجيك ولا مرة، ولا معمل اللوجيك ده مهم جدا، بتفهم اساس الكمبيوتر بقى من تحت من النوبة بالظبط. سمير الصغير ممكن يكون اخوه. والله عادي، احنا عندنا الكليه كلها عائلات، يعني دكتور واخوه او دكتور واخته او دكتور واخوه واخته او دكتور ومراته وولاده كده، ماشيه كده كلها. دكتور مثلا وبنته دكتوره، وابنه بيحضر ماجستير مثلا او معيد كده، فاهم؟ دكتور وزوجته وولاده، كل قسم كده لازم تلاقي فيه عائلة يعني واخدة القسم كله. يا ابني البتاع ده بيتسجل يا ابني، هنروح في دهن الربيع فاميلي، وفي ده في كتير، في غير الربيع كتير، شومان فاميلي. تسجيل لا شغال، تسجيل شغال، ما الباشمهندس الثابت للريكورد شغال تقريبا وقام. عندنا برضو نفس الوضع كده، الباشمهندس موجودة اهي الحمد لله. نورة يا باشمهندسة مي، كنت لسه بشكر فيك والله، بقول لهم ادعوا يا جماعة، يعني هي لولا ان هي بتريكورد الميتنج ما كانش زمان في ولا فيديو مرفوع. هي فاتحه المايك بس مش عارف بتتكلم ولا لا، يعني انا مش وانا بكلمكم من المايك بتاع الموبايل والموبايل شغال.
خلاص يعتبر خلصنا الايه، خلصنا البوردة. نعمل بقى ايه، شغل اللايرز كلها او بريست ستاندرد، واقول له اوكي تمام عظمة. بقينا ايه، بوليجون. هل البوليجون هنعملها يدا وكده؟ والله احتمال، هنشوف. اللي هيحدد هتنفع يدا او لا، لما تطبع على ورقة ونشوف التركات هتبقى قريبة قوي من بعضها، هتنفع تطبع ولا لا. هنا ممكن التركات 3 من 10 دي صغيرة، 5 مللي دي صغيرة قوي لما تطبع على ورقة. يعني انا عملت دايرة صغيرة حوالي 1 سم 2 سم، كان عليها 5 328، ده ميجا 328، وكريستالة والمكثفين والكونكتور بتاع البرمجة وسنسور بس. بس ما كنتش حاطط بقى يو اس بي ولا يو اس بي تو تي تي ال ولا البنات ولا البين هيدرز الكتير اللي ملهاش لازمة اللي احنا حاطينها دي. حاطط الحاجات اللي انا محتاجها بس. يا سلام يا سلام. نعملها يو اس بي سي، والله العظيم انا كنت عايز اعمل يو اس بي سي عندي في مشروع التخرج، لقيتهم بيفتروا الصراحه. مش عارف، قال لي الكونكتور ب 40 جنيه لوحده. قلت له انا عشان احط 4 كونكتور احط 80 جنيه، والمشكله انا متارجت ان انا اعمل ديفايس للاند يوزر، ان انا اطلع جهاز طبي في النهايه. فلما اجي انا اطلع جهاز محمول التكلفه بتاعته عاليه، مين اللي هيشتريه؟ انت برضو بتبص للانيشال كوست اللي اليوزر هيدفعها. قلت لا ما بديهاش، احنا هنحط لهم ايه، يوز دي العادي عامة الشعب، وبعد كده بقى في الفيوتشر فيتشرز لما يحبوا يدوكوا ايه يو اس بي سي نبقى نضيف له. ماشي، ما انا كده كده اصلا اللي موجود هنا ما هو جاي من الصين، فاهمني؟ انت كده كده لو انت لو هتجيب من الصين، ما انت بتدفع جمارك وبتدفع بلاوي وشحن. باشمهندس عماد، هو الدايرة اللي حضرتك بتعملها دي هي ديت اللي هتبقى التاسك، صح كده؟ دي هي دي اللي هتبقى التاسك. اه هتبقى التاسك ده حاجة. الحاجة التانية ان شاء الله المفروض ان احنا نعملها يدوي. ايه. طيب ودي هتتسلم امتى والديدلاين بتاعها امتى؟ دي لهم يومين مثلا، يومين كفاية يا شباب، عرفتوا تعملوها في تلاتة يومين صح؟ أربعة تلاتة. ثلاثة أربعة إيه؟ ثلاثة أربعة إيه؟ انت قاعد تعمل فيها من الساعة 9 لحد الساعة 1:30. أنا قمت لا ذاكرت احنا بادئين على الساعة واتسحرت 10 ونص وشربت مثلا. شاي وعشت اهو حياتي كلها اهو في اهو ما وصلتش. واحد قال كتير يومين اهو. جبت حاجة من عندي؟ قال مين اللي كتير بيقول، يومين. مين اللي بيقول كتير يومين ده؟ يوم ونص. واحد تاني قال يوم ونص. اهو إذا كنت جبت أنت حاجة من عندي. طب هو هيبقى في سيشن تاني إمتى أصلا؟ لما تسلموا التاسك ده. ماشي. شوف الجمعة هو النهاردة ايه؟ النهارده احنا دلوقتي احنا حاليا بقينا الخميس. الخميس. ها مش عارف بقى انتوا الجمعة تعرفوا تحضروا ولا في ناس بتبقى عندها رايحين عند قرايبكم كده؟ هو خلاص انت مش بلاش مدينا الجمعة. دي، مش مديهم دي تاسك؟ ماشي، وانا بديلهم دي تاسك اهو كده، يبقى هنتقابل السبت ان شاء الله. يعني ان شاء الله. احنا عندنا كويز يوم السبت يا اخوان. خلاص نتقابل قريب الحد. الحد. ماشي نتقابل الحد، مش انا ما عنديش مشكله في اي حاجه. هو أهم اهم حاجه حاجة ان بس انا اجي اجي في الاخر ابقى في ناس بتتنفس في الميتنج، ما ابقاش حاسس ان انا لوحدي. احنا بنتنفس اهو، بتنفس اهو. انا واللاب بنتنفس والله. ده اللاب، اللاب لو طالع يجري ورانا هو هيجري ورانا يوم الايام ان شاء الله. حقيقي يعمل كده. دي البوردة الأولى. والتوب سايد ماله غريب كده ليه؟ أصل دول تحت أنا عمال شايفهم فوق. شوف سبحان الله، ظلمتهم. توب سايد، شايفين العظمة؟ شكل البوردة من تحت عظمة عظمة يعني.
ايوه يا رب تطلع زي ما هي كده عظيمة. بس طبعا الحاجات دي التراكات بقى يعني الرفيعة كده دي كده كده، هتبقى هينفع تتكوي ما لسه وتتبع؟ بقى ده اللي هنشوف بقى ان شاء الله بكرة. انا كده كده بنزل الورشة كل يوم، الناس اللي شغالة في مسابقة اللاين دي بنزل اقعد معاهم هتجربها يعني لحد هناك. قبل المغرب بشوية، فهخلي حد يطبعهم بكرة. خلاص ماشي، أوقف الريكورد ولا في حاجة في تانية حد هتقول هنا تعملها؟ حاضر عمر السك طلع بس خلصان. خد الجول. يا عمر لو لما تيجي تتفرج على الفيديو ده يا حبيبي شكرا. طب احنا عند الفيديو ذمتك، هو هيجيب الفيديو لحد اخره وهو بيعيده؟ هيجيب الفيديو لحد اخره والله، الله اعلم بقى يعني ده لو كان بيتفرج على الفيديوهات. ده ايه ده؟ ده ربنا يجازيه، ده عنده صبر، ده عنده صبر وطول البال. يلا هيتفرج على الريكورد ويدعي لنا او ايده علينا. يوم اكرم. خلاص احنا كده طب انت بتعمل شباب. ايه؟ انا خلاص عرفنا بلعب ان دي التوب سايد، خلاص كفايه لعب. الريكورد ده ببلاش اسود. بحب اللون الاسود. لا طب ما ليه اللي بحبش لونه اللون ابيض؟ ده، ما بقاش شايف النحاس من الشولدر ماسك من البورده كلها. فكرة انا مش حابه اللون ده، غيره. على رأي حازم تقول لي مين اللي لون هتمنتج؟ بسكويت شمعدان. ايش اسألني بقى كده، مين اللي هتمنتج دي دلوقتي؟ اللي عايز اللي هرفع الفيديو سيمنتجه ومنتجه. والفيديو على فكرة هيترفع بكرة بالليل عشان تبقوا عارفين، يعني عشان ما حدش طيب يتوقع ان الفيديو يترفع الصبح. مش مشكلة، بس ارفعي اهم حاجة يكون في نت يترفع. او في حل، انت مش نازلة الكلية بكرة؟ خلاص اديني الفيديو بكره قبل ما تروحي عشان النت، هات انا في كده كده العشاء انزل بقى اعمل او لي جيجا هارد. هنا ارجع ارفعه ان شاء الله. ماشي ما عنديش مشكلة، بس هات معاك فلاش عشان ما معيش فلاش. ماشي هجيب اللاب كله والهارد عادي. بص ماشي، انت تخلص محاضرات، انا هكون في الورشة امتى؟ انا موجود، انا عندي محاضرة واحدة بقى مش عارف الساعة كام الساعة ولا كام؟ ثانية. طب نوقف الريكورد بقى ماشي ولا في حاجة تانية؟ أقول كده كفاية لا ريكورد خلاص بقى.